اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ريمونتادا. معاكم امينه راشد وهنعرض لكم ابرز واهم الاخبار على الساحه الكرويه النهارده. وفي البدايه من الدوري الممتاز اللي شهد النهارده ثلاث مواجهات بدات الساعه 5 على ملعب برج العرب في الاسكندريه بلقاء الاسماعيلي وضيفه الاهلي اللي انتهى بفوز الفريق الاحمر بهدف دون رد. الاهلي سجل هدف الفوز عن طريق المهاجم شادي حسين اللي احرز اول اهدافه بالقميص الاحمر بعد ما انضم من سيراميكا كليوباترا في بدايه الموسم. ورفع الاهلي رصيده الى 3 نقط بعد مع مدربه السويسري مارسيل كولر، واصبح الاسماعيلي بدون اي نقط مع مدربه الاسباني خوان كاريدو. وحصل اكرم توفيق لاعب الاهلي على لقب افضل لاعب في المباراه من رابطه انديه المحترفيه، وتسلم اكرم توفيق الجائزه بعد المباراه مباشره بعد المجهود الكبير اللي قام به على مدار 90 دقيقه. وعلى ملعب باترو سبورت واجه انبي ضيفه بيراميدز وانتهت المباراه بالتعادل بنتيجه 1-1. بيراميدز تقدم بهدف مصطفى فتحي في الدقيقه 20، ولكن التونسي رفيق كبو احرز هدف التعادل لانبي في الدقيقه 58، وافتتح بيراميدز مع مدربه اليوناني تاكسيس جونياس مشوار الدوري بالحصول على اول نقطه، وحقق انبي النقطه الاولى كمان مع مدربه احمد كشري. وحصل مصطفى فتحي نجم بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وسجل مصطفى فتحي أول أهدافه مع بيراميدز في بطولة الدوري بعدما انضم من التعاون السعودي. وعلى ملعب نادي المقاولين العرب افتتح الزمالك مشوار الدفاع على لقب الدوري قدام سموحة وفاز بنتيجة 2-0. سجل الزمالك شريف رضا مدافع سموحة في شباك فريقه بالغلط في الدقيقة 79، وأحرز البنيني سامسون أول أهدافه مع الفريق الأبيض في الوقت بدل الضائع، ورفع الزمالك رصيده مع مدربه البرتغالي فيريرا في المركز الثاني، ولكن الصدارة تبقى للفريق سيراميكا كليوباترا بفارق الأهداف، وتجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه طارق العشري بدون أي نقاط بعد المباراة الأولى. مباريات النهاردة في الدوري شهدت حضور البرتغالي روي فيتوريا المدرب الفني للمنتخب الأول، واللي تواجد في ملعب باترو سبورت لمتابعة لقاء إنبي وبيراميدز، وكمان تواجد فيتوريا في مباراة الزمالك وسموحة عشان يتابع اللعيبة الدوليين ويتفرج على مستوى الفرقتين. وبيستعد المنتخب المصري لمعسكره في شهر نوفمبر الجاي، واللي هيشهد مواجهة ودية دولية قدام بلجيكا في الكويت. تعالوا نشوف تقرير عن آراء جماهير في تمام. عكس ما كان في المنتخب مع أمم أفريقيا طبعا، يعني عكس النهائي خالص، يعني بداية غير موفقة لمحمد أبو جبل. مش ده مستواه، لا مش ده مستواه. بكرة في ختام الجولة الأولى للدوري، واللي هتبدأ بمواجهة مثيرة بين المقاولين العرب وغزل المحلة الساعة 3 العصر، وهيلعب حرس الحدود قدام فيوتشر الساعة 5 على ملعب الماكس في اسكندرية، وهيكون الختام مواجهة الداخلية مع طلائع الجيش الساعة 7 مساء على ملعب السويس. ونروح نشوف تقرير عن مواجهات بكرة في الدوري الممتاز.
ستكون جماهير الكرة المصرية على موعد مع ثلاث مباريات على صفيح ساخن في ختام الجولة الأولى للدور الممتاز. البداية ستكون في الثالثة عصراً بمواجهة كلاسيكية بين المقاولون العرب وغزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان بالقاهرة. المباراة ستجمع بين بطلين للدوري، المقاولون بطل الدوري موسم 1983 وغزل المحلة بطل الدوري موسم 1973. بخلاف أنها مواجهة خاصة للمدرب شوقي غريب الذي يلاقي فريق الأصلي غزل المحلة الذي لعب له لسنوات في صفوفه. ويسعى المحل مع مدربه بابا فاسيليو لتقديم بداية جيدة في مباراة المقاولون والظهور بصورة طيبة، خاصة أن جماهير المحل قلقة من قلة الصفقات الجديدة. وفي الساعة الخامسة مساء يلعب حرس الحدود العائد للدوري على ملعبه الماكس بالأسكندرية أمام فيوتشر الحصان الأسود للدوري في الموسم الفائت. المواجهة ستجمع بين أصدقاء الملعب أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود وعلي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، بخلاف أنها مواجهة قوية للحرس الذي يبحث عن عودة قوية للدوري. ويسعى فيوتشر لتقديم أداء مميز بعد التأهل لدور الاثنين وثلاثون مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المواجهة الأخيرة في الجولة ستكون في السابعة مساء بين الداخلية العائد هو الآخر للدوري الممتاز وطلائع الجيش. الداخلية مع مدربه رضا شحاتة يريد أن يقدم بداية قوية بعد تدعيم صفوفه بعض العناصر الشابة خاصة من النادي الأهلي في مواجهة الطلائع الذي يقوده المدرب علاء عبد العال والذي دعم صفوفه بعدة صفقات جديدة لتعويض رحيل بعض نجومه وعلى رأسهم عمرو السيسي ومصطفى الزناري. ولسه مكملين مع أخبار أندية الدوري، والبداية من بورسعيد والأخبار السيئة بتلاحق النادي المصري بعد خسارته الكبيرة قدام سيراميكا بنتيجة 3-0. النهاردة المصري أعلن إصابة لاعب خط الوسط حسن علي بشد في العضلة الضمة، وده هيأثر بشكل كبير على إمكانية مشاركته في مباراة بيراميدز في الجولة الثانية يوم الحد الجاي. غزل المحلة أعلن النهاردة عن قميصه الجديد اللي هيخوض بيه منافسات الدوري، ويفتتح بكرة المحلة مشواره بمواجهة المقاولين خارج الملعب، واللي أعلن كمان عن قميصه الجديد. ونروح نشوف تقرير عن استعدادات المحلة لمواجهة المقاولين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المحور في كل مكان، من استاد غزل المحلة يسعدنا أن يكون معنا المدير الفني لغزل المحلة بابا سيلو والكابتن عبد الباقي جمال المدرب العام لفريق غزل المحلة. أهلا بك على شاشة المحور، وما هي استعدادات غزل المحلة لمباراة المقاولين؟ Yeah, of course we prepare our team from the start of the pre-season. Always for the with the first game of the season in our mind. I am very happy about all the work that my players did all these 4 weeks. The concentration about how we want to play. And now after 4 weeks, even if it's not a normal pre-season. I am very happy with all the effort that they give in those 4 weeks. هو مبسوط جدا بالمجهود اللي عملوه اللي بذلوه في الاربع اسابيع دول. Yeah, it's a new season for everybody. Everybody starts from zero. موسم جديد للناس كلها، الفرقة كلها، كله بادئ من الصفر. And we will know what each team can do after 8 to 10 games. مش هنعرف كل الفرق، يعني الفرق هتعمل ايه غير بعد 8-9 ماتشات. What happened last year, it's last year.
اللي حصل السنه ده كان السنه اللي فاتت. This is a new season. Arab contract. ودي سنه جديده والمولين. He's one very good team. والمولين فرقه كويسه. And we have to face them. وعايزين نواجههم with respect and be very serious about the quality that they have. بالكواليتي بخصوصا بالامكانيات اللي عندهم يعني قدرات اللعيبه وامكانيات اللعيبه اللي عندهم. Fast players. عندهم لعيبه سريعه. They defend many times with many players. بيدافعوا اوقات كتيره بعدد لعيبه كتير. Compact team. Compact يعني and we need to and we know what we will face. واحنا عارفين احنا يعني بنواجه ايه. Always the first game of the season is a very difficult one because you don't have all the information. دايما الماتش الاولاني بتاع بدايه الموسم بيبقى صعب عشان ما بتبقاش عارف كل المعلومات عن الفرقه اللي بتقابلها. But we are ready, we have excitement and we wait for this game. لكن احنا مستعدين, احنا متحمسين وجاهزين للماتش ده. كان في 8 لعيبه مشهم السنه دي وجبنا مكانهم 9 لعيبه والحمد لله يعني 9 لعيبه ان شاء الله تبقى صفقات مؤثره بالنسبه لنا ويبقوا لهم دور كبير ان شاء الله السنه دي. لا جمهور المحل ده بصراحه يعني مش عاوز اقول لك يعني ده هو العصب بتاعنا, هو روح الفرقه. انا رايي يعني جمهورنا السنه اللي فاتت من اسباب الرئيسيه ان احنا استنينا في الدوري. جمهورنا رقم واحد بالنسبه لنا وان شاء الله باذن الله بنقول لهم اطمنوا ان شاء الله السنه دي تبقى سنه كويسه بفضل دعمهم لنا. يعني انا بقول للجمهور ادعم الفرقه, ادعم لعيبتك, ادعم جهازك الفني ان شاء الله باذن الله والسنه دي تبقى بالنسبه لنا ان شاء الله سنه خير على الجماهير وعلى الجهاز الفني والجهاز الاداري وتبقى سنه كويسه بالنسبه لنا ان شاء الله. ونروح الإسكندرية مع أفراح نادي الاتحاد بالبداية القوية في الدوري الممتاز والفوز قدام أسوان بهدف نظيف. محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد تواصل مع جهاز الفني بقيادة سيربي زوران وطالب اللعيبة بضرورة تحقيق الفوز على الداخلية في المباراة الجاية. ولسه في الإسكندرية ونادي فاركو بيعلن موعد عودة عمرو جمال والسوداني سيف تيري للملاعب مرة تانية بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وأعلن عاطف حنفي مدير الكرة عودة عمرو وتيري بعد أسبوعين لمباريات فاركو في الدوري. ونروح لأخبار المنتخبات الوطنية وبداية بموافقة نادي بيراميدز على انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر للمنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة إي سوتاني في تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة. المنتخب الأولمبي هيلاعب إي سواتاني يوم الأحد الجاي في لقاء الذهاب خارج مصر وهيكون لقاء الإياب باستاد الإسكندرية يوم 30 أكتوبر الحالي. ولسه مع المنتخب الأولمبي بكرة هيكون في مران مفتوح لوسائل الإعلام قبل السفر لمدة ربع ساعة. واجتمع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي للمطالبة بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب. وأكد ميكالي أن المباراة لن تكون سهلة ويجب للعيبة بكل قوة لتحقيق الفوز بغض النظر عن اسم المنافس. منتخب الناشئين مواليد 2006 هيلعب ماتشين وديين قبل السفر الجزائر للمشاركة في تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة للأمم الأفريقية تحت 17 سنة. بعثة المنتخب هتسافر الجزائر يوم 30 أكتوبر الجاري وهتشارك في تصفيات في الفترة ما بين 5 إلى 15 نوفمبر الجاري مع المغرب وتونس وليبيا. وبعيداً عن الكرة المحلية شارك نجمنا محمد صلاح في تحقيق الفوز مع فريق ليفربول على ويست هام بنتيجة 1-0 النهاردة في الجولة 12 للدوري الإنجليزي. صلاح شارك في المباراة ولكنه لم يسجل هدف الفوز اللي أحرزه داروين نونيز. ونروح لتقرير عن حصاد جولة اللاعبين المحترفين في أوروبا. جولة من التألق عشان نجومنا المحترفين في الملاعب الأوروبية وملاعب الخليج بدأت كالعادة بالأداء المميز الذي قدمه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وكابتن المنتخب الوطني.
صلاح قاد ليفربول لتحقيق الفوز في قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بهدف مميز، كسب به الرهان أمام هالاند هداف مانشستر سيتي، ورد على كل المشككين في قدرته هذا الموسم. ونجح عمر مرموش نجم ولفسبورغ في إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري الألماني. مرموش شارك كبديل وبعدها بعشر دقائق فقط سجل هدفاً رائع بتسديدة مميزة في مرمى مونشنغلادباخ، وهذا هو الهدف الثاني لنجمنا الموهوب في البوندسليغا هذا الموسم. مصطفى محمد مهاجم نانت واصل تألقه وسجل في مرمى بريست في الجولة 11 من الليغ آ. النجم المصري سجل هدفه الرابع هذا الموسم بخلاف حصوله على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الفائت. وفي تركيا سجل تريزيجي لفريق ترابزونسبور في مرمى بسكتاس التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. وسجل أيضا أحمد حسن كوكا مع فريق ألانيا سبور في لقاء أنطاليا سبور والذي انتهى بفوز فريق كوكا بثلاثة أهداف لهدفين. الأهداف لم تتوقف فقط عند المهاجمين، ولكن استطاع أحمد حجازي أن يسجل هدف في مرمى الوحدة حسم به الفوز لفريقه في الجولة الثامنة للدوري السعودي، وعاد حجازي لهز الشباك بعدما سجل في مرمى الرائد في الجولة الثالثة. خطيرة بالرأس حطها حجازي الكابيتانو جول. وده كان الخبر الأخير معانا النهاردة، ونكمل حلقتنا مع كابتن ميدو كواليس وأخبار جديدة بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. النهارده الدوري المصري وماتشات كبيره في الدوري المصري ودوري المتعه الايجيبشن ليج اللي كلنا كنا مستنيينه، والحقيقه ما خيبش ظننا. النهارده ثلاث ماتشات مهمه جدا، طبعا او الماتش الاولاني ماتش الاسماعيلي والاهلي اللي انتهى بفوز النادي الاهلي 1-0 بهدف شادي حسين في الدقيقة 73 من صناعة طبعا كريم فؤاد. ثم في المباراة الثانية في نفس التوقيت الساعة 5 مساء على ملعب بيترو سبورت، إمبي بيخطف التعادل من بيراميدز، وبيراميدز بيبدأ مبارياته بالتعادل الإيجابي مع إمبي 1-1. وأخيرا في 7 مساء على ملعب برج العرب، على ملعب المقاولين آسف، الزمالك بيفوز على سموحة 2-0 عشان يعني الأهلي والزمالك يحصدوا أول 3 نقاط في مشوار صراعهم على اللقب، وبيراميدز بيحصل على نقطة وحيدة. طبعا عايز أقول أن يعني مصطفى فتحي أحرز لإمبي في الدقيقة 20 لبيراميدز في الدقيقة 20، ورفيق كابو لإمبي جاب جول في الدقيقة 58، وماتش الزمالك وسموحة شريف رضا طبعا اون جول في الدقيقة 79، وسامسون أكينيولا الدبابة الزملكاوية الجديدة بيحرز هدف من صناعته من ضغطه ومن مجهوده عشان يفتتح أهدافه مع نادي الزمالك. هنبدأ بماتش الإسماعيلي والأهلي اللي الحقيقة الإسماعيلي بدأوا كويس قوي قوي. جاريدو في بداية المباراة كان محفظ لعيبته ان هم يضغطوا، ازاي يضغطوا على النادي الأهلي وازاي ان هم يوجهوا الضغط على جنبه ويضغطوا، وكانوا بيضغطوا في نص الملعب يعني بشكل كويس جدا. ولكن الإسماعيلي كان عنده مشكلة كبيرة قوي يا جماعة، هنتكلم بالتفصيل ومعايا صور تكتيكية هشرح لحضراتكم بالظبط ايه المشكلة. الإسماعيلي مسافات ما بين خطوطه بيلعبوا في 60-70 متر، ما ينفعش تلعب قدام الأهلي في 60-70 متر، هتتعاقب هتتغلب يعني
الاسماعيلي بيلعب في مسافات بعيده جدا، مسافات ما بين الخطوط ما بين الديفنس ونص الملعب، مسافات بعيده جدا. الحقيقه الاهلي منظم، الاهلي مش مبدع، خلي بالكم الكلام اللي بقوله، مش مبدع بس منظم جدا. ومع كولر في بعض يعني الحاجات اللي انا شايفها ان هو الفرقه بتبدا الهجمه يعني بشكل كويس، منظمين دفاعيا بشكل كويس، الكرات الثابته عند الاهلي افضل. لسه الاهلي ما وصلش طبعا لافضل مستوى ليه، وده طبيعي لانه مدرب جديد ولعيبه خلي بالكم التوليفه بتاعت الاهلي بالذات في الجزء الهجومي تعتبر جديده على بعض، برونو سافيو وعلى شادي حسين لما بينزل، على محمد شريف، على التوليفه بتاعت عبد القادر والناحيه الثانيه طاهر، لسه بيولفوا على بعض. فمهم جدا وانت لسه بتحاول توصل لمرحله الانسجام ان انت تكسب، لان ممكن خلي بالك وانت بتحاول توصل لمرحله الانسجام دي ان انت تتعطل، ولكن زي ما انتم شايفين مسافات كبيره قوي ما بين الخطوط في الاسماعيلي، فاش تلعب فرقه كبيره بالشكل ده لغايه طبعا الهدف. يعني شادي حسين كان لسه نازل، كرة اتلعبت ما بين الخطوط، برونو سافيو فضى نفسه كويس، وطبعا هو ده الهدف اللي انا بتكلم حضراتكم عليه. كرة اتحطت ناحيه اليمين لكريم فؤاد، طويله من برونو سافيو، ولكن كريم فؤاد بصراحه عمل فيها مجهود حلو قوي، ما استسلمش، نام على الكوره. الراجل نزل لعبه في مركز جديد، لعب وينج رايت قدام اكرم وعملها كويس قوي. شادي محمد يعني خد خطوه لتحت فيها ذكاء كبير، شادي حسين اسف خد خطوه لتحت يعني بتاعت راس حربه كويس، خد خطوه لتحت، هو هي دي الجون على فكره الخطوه طبعا يعني عشان تنتهي المباراه 1-0 للاهلي، والفوز الاول للاهلي هذا الموسم ويفتتح مشواره يعني بفوز مهم عشان يتكرر سيناريو الموسم الماضي بعد ما فاز على الاسماعيلي في افتتاحيه الدوري 4-0 لو تفتكروا حضراتكم. وشادي حسين يعني بيلعب بثقه، وعجبني انا عجبني ان هو عنده شخصيه، شادي بيلعب بثقه كبيره كانه بقاله فتره كبيره في الاهلي. ولا اللي كولر بيعمله على فكره مع شادي حسين صح، ان هو ده الطرد طبعا بتاع طاهر، على فكره طاهر كان لازم، طاهر ده الطرد بتاع طاهر، رجعوا لي الطرد بتاع طاهر ينفع ولا لا؟ يعني ولا خلونا نتكلم على الحالات التحكيميه بشكل عام. مبروك للاهلي، فوز مهم جدا. وطبعا حكم المباراه الاهلي كان الكابتن محمد عادل، وفي الفي اي ار الكابتن طارق مجدي. والماتش من الناحيه التحكيميه يعتبر كويس، لكن يعني في تيرنينج بوينت او لحظه تحول في المباراه، وهي في الدقيقه 35، عايز يعني نتفرج عليها، اتفرج مع حضراتكم دقيقه 35. يعني طبعا باسم مرسي بيحضن على الكوره بشكل كويس، تمام، طاهر كمل فيه بلغه الكوره، كمل فيه والحكم ما حسبش حاجه، كابتن محمد ده عادل، وعايزين نشوفها في الاعاده عشان اشوف يعني انا اللي هقول رايي في موضوع التحكيم. انا خدت قرار ان انا هقول رايي في موضوع التحكيم باللي انا شايفه بحق ربنا. يعني الكره طبعا اتزقت، اكرم زقها، بعد كده طاهر كمل، نكمل تمام، هل في زاويه تانية ليها؟ اكرم زقها، باسم بيحضر على الكوره، اكرم زقها، نكمل يا جماعه بعد اذنكم. طيب طيب عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، ارجع لي بقى تمام. الكره دي في اي حته في العالم طرد، مفيهاش كلام. وعلى فكره طاهر، محمد طاهر مش قصده ان هو يضرب باسم، بس هو هي رياكتد تو ليت، او ان هو رد فعله كان متاخر جدا. الكره ديانج لما زقها هو دبس طاهر، يعني ديانج لما زق الكره ودبس طاهر، الكره دي يا جماعه طرد. وانا بقول كده ما مش موضوع اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اي حاجه، لكن الحكام لازم يعني في حاجات واضحه ما فيهاش بقى تقدير، في حاجات واضحه ما فيهاش تقدير. الكابتن طارق مجدي
حكم الفي اي ار في مباراة الإسماعيلي والأهلي لازم يتحاسب، أو نعرف. وهو ده بقى اللي كلاتنبرج، ده دور كلاتنبرج. أنت وعدتنا بالشفافية ووعدتنا أن أنت هتعلن عقوبات الحكام، أو ده اللي احنا سمعناه، عرفنا أن أنت هتعمل كده. أنا أتمنى أن يبقى فيه عقوبات، مش أي حد يغلط يبقى فيه عقوبات، وتبقى فيه عقوبات معلنة. ما حدش يقول لي ما فيش حد بيعلن عن العقوبات في الدول التانية، لا، جبت لكم قبل كده أن العقوبات بيتم الإعلان عنها. ولكن النهاردة الكرة يعني طرد 100% يا جماعة. في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 35 كانت تتخلي سيناريو الماتش مختلف. مفيش أي واحد في الدنيا ممكن يقول إن الكرة دي مش طرد. الراجل طاهر، محمد طاهر، كان عايز يخش يترس في الكرة في باسم مرسي، وديانج زقها. جيبها لي تاني كده وأنا بتكلم بعد إذنك، بعد إذنك جيبها لي يا أستاذ ياسر. يعني الكرة ما فيهاش كلام، في حاجات انا ممكن اقدرها اهي قدام حضراتكم، اهي ديانج زق الكرة والراجل طاهر كمل في رجله، ممكن يكسر له رجله، دي طرد ما فيهاش كلام. الحكام اللي تعمل حاجه كويسه لازم نشيد بيها. وبصراحه الحكام دي ده ظلم باين، ده ظلم. النهارده انا بقول لكم بعيدا بقى الاهلي والاسماعيلي اتظلم في الكرة دي، ما فيهاش كلام، ومش محتاجه محلل تحكيمي، ولا كلنا بنفهم كوره، كلنا بنفهم كورة. في كور هنحتاج ان خبير تحكيمي يقول لنا رأيه، لان هو ممكن يكون فاهم حاجة في القانون احنا مش فاهمينها. انما يا جماعة الكورة دي طرد، ظلم، او الاهلي محظوظ ان هو يكمل المباراة او يوصل لبعد كده للطرد بتاع طار بعد كده ب 11 لعيب. الاهلي المفروض من الدقيقة 35 في اي دوري في العالم الدنيا واضحة، الدنيا واضحة. فانت احنا في بداية الدوري يا جماعة، ما ينفعش ان انت من بداية الدورة هتقعد تظلم فرق عشان انت خايف. وتاني الاخطاء جزء من التحكيم كل حاجة، لكن احنا هنواجه بالاخطاء التحكيمية، وهنقول وهنشيد بالقرارات السليمة والجيدة. هنشتغل كده عشان مش عايزين نظلم حكامنا. لكن من الاول بقول لكلاتنبرج لازم يبقى فيه قرارات صارمة، ولازم تعلن زي ما انت عملت في اخر السنه اللي فاتت، لازم تعلن عن الحوار اللي دار ما بين الكابتن محمد عادل والكابتن طارق مجدي. لان انا عايز اعرف ازاي ان الفي اي ار ما يستدعيش الكابتن محمد عادل عشان يشوف الكره دي تاني على الاقل ويقرر. ابتدينا الاخطاء اللي ما فيهاش كلام، اللي هي ايه، مش محتاجه ان حد يعني يبقى خبير ولا عبقري في التحكيم عشان يقول كرة طرد ولا لا. الكرة طرد 100%. النادي الاهلي لازم من الدقيقة 35 يلعب 10. وطبعا يعني في ناس كتير مش هتقول الكلام ده، لكن احنا هنقول الكلام ده، سواء على الاهلي، على الزمالك، على الاسماعيلي، على الجن الازرق، هنقول. وهتشوفوا حضراتكم خلال الموسم، احنا لسه في اول اسبوع، احنا مش خايفين من حد، هنقول وجهة نظرنا. وناس تطلع تانية تقول الكلام ده غلط، ده حقهم، لكن احنا هنقول رأينا. النادي الاهلي المفروض يلعب في الكرة دي من الدقيقة 35 يلعب ناقص. واعتقد ان 90% من الاهلوية اللي بيتفرجوا عليا عارفين ان انا بتكلم صح. فما فيهاش كلام. ولكن مبروك للاهلي، فوز مستحق، فوز مستحق في حتة ان الاسماعيلي بدأ كويس جدا، بعد كده خطوطه بعدت عن بعض، اللعيبة سرحت، لعيبة الاسماعيلي سرحت، ما كانتش مركزة طول الماتش. بدأوا أول 25 دقيقة كويس قوي، بعد كده ابتدوا ان هم يسرحوا، فالخطوط ابتدت تبعد، فابتدوا ان هو الجيم بلان بتاع الراجل ابتدى يعني يتوه بتاع جريده. ده الهدف من أوله خالص، بداية الهجمة. بصوا يا جماعة الناس بتستلم بين الخطوط ازاي، بصوا الخطوط بعيدة ازاي عن بعض، مفيش أي شيب لفرقة الإسماعيلي، مفيش أي شيب يعني الوقفة الدفاعية. كرة اتلعبت يعني بشكل كويس، راجل دخل لجوه، اتلعب التاني، ديانج لف لعب، الراجل برونو سافي فضى نفسه كويس في الهاف سبيس، كريم فؤاد اتحرك بشكل كويس. وعلى فكره كريم اشتغل كويس جدا النهارده كوينج، وده ذكاء من كولر انه ينزل واحد يقدر ان هو يشتغل في ظهر الباك ليفت، ويقدر ان هو يشتغل كويس جدا. واتفقنا ان شادي حسين اتحرك بشكل كويس، الخطوتين اللي خدهم لورا. مبروك للاهلي،
فوز مهم جدا في بداية طبعا مشوار محاولة استعادة البطولة الدوري. طيب هنروح لماتش MP وبيراميدز اللي انتهى بالتعادل 1-1. طبعا بيراميدز بدأ الماتش بشكل هايل. مصطفى فتحي الكرة اتلعبت الفخر الدين من يوسف لمصطفى فتحي، حطاب يعني حلوة قوي بوش رجله هو منفرد بالجول. مصطفى فتحي لعيب كبير وإضافة كبيرة لبيراميدز، سجت له واحدة انفرادة بعديها لو جابها كان قتل الجيم، كان قتل الجيم. هي دي الكرة اللي بقول لكم كرة حلوة قوي، ده اسمه لينك أب بلاي اللي عمله فخر الدين من يوسف. ده لينك أب يعني هو بقى الوصلة لينك أب، الوصلة للراجل اللي بيجري في ظهر الديفنس. حلوة قوي قوي، ومصطفى داس عليها كويس قوي في اتجاه صح وحطها حريف. مصطفى لا يعني مصطفى فتحي لعيب حريف، تحب ان انت الكرة تجيله، لعيب حريف قوي، اضافة كبيرة للبيراميدز. طبعا يعني كور ثابته وعلي جبر وخبراته، فرق بيراميدز فرقة كويسة، لكن لازم يعرفوا يتعلموا ازاي ان هم يحافظوا على المكسب. هي دي اللي بقول لكم عليها. ما تضيعش دي من مصطفى، ما تضيعش، بس هو راح للجون باتجاه وحش قوي، ما عدلش جسمه على الـ على الـ على البوزيشن اللي هو المفروض ان هو لو عايز يلعب الكره ببطن رجله كان لازم يطوح جسمه يمين شويه على يمين الكوره. هو دخل ستريت في نص الجون. يعني اول ظهور لامبي يعني تقريبا في الدقيقه 35 يعني. طبعا بيراميدز كالعاده بيلعبوا الكره بين الخطوط كويس جدا في عمق الملعب. يعني على فكره الصده دي صعبه جدا جدا، برافو الجول كيبر بتاع امبي. بلعوتي يعني ايه، هو اللي دخل امبي في الجيم. عايزين نتفرج على الجول ده تاني من اوله، عايزين نتفرج على الجول ده من اوله. كره طويله طبعا، ناس بتاع بيراميدز واقفين. غلطه كبيره من محمد حمدي، ترجعش دي بالشكل ده بالقوة دي. لا لا الشناوي ملوش ذنب، انا في رأيي ان الشناوي ملوش ذنب. كرة ملعوبة، كرة نطت، راجل يعني لبسه الكرة. طبعا الشناوي رد فعله ان هو طلع كان بطيء شوية، لكن اساس الغلط من عند محمد حمدي. يمكن يحسب للمهاجم ان هو اصراره في ان هو يدوس عليها وان هو يحطها بالشكل ده. برافو يعني كابو، طبعا رفيق كابو اللعيب الجديد اللي جاي من سموحه لامبي. برافو كشري، نقطه مش سهله، البدايه قدام بيراميدز مش سهله ابدا. كان ممكن على فكره في اخر ماتش بيراميدز امبي اسف يخطفوا الماتش عن طريق توريه. طبعا اللاعب اللي انضم يعني من بيراميدز لامبي، يعني بيراميدز يعتبر خسر نقطتين، وامبي كسب نقطة كويسة جدا. وبرافو كشري وبرافو امبي، فرقة كويسة واعتقد ان هي هتتطور بشكل كبير مع يعني المباريات. نروح لماتش الزمالك وسموحة اللي انتهى بفوز الزمالك 2-0. شريف رضا طبعا اون جول في الدقيقة 79، وسامسون اكينيولا في الدقيقة 94. وعايز اقول ان الماتش بتاع النهاردة كان ماتش صعب جدا على الزمالك، لان طارق العشري بيحفظ لعيبته كويس جدا ازاي يبداوا الماتش بضغط عالي، وازاي ان هم بعد كده يرتدوا ويلعبوا في 30 متر يعني، ويصعبوا المباراه والترحيل والشفت اللي بيتعمل، وكمان لما بيقطعوا الكره في الترانزيشن في التحول. ماتشات طارق العشري دمها تقيل بالنسبه لاي فرقه كبيره، دمها تقيل بالنسبه لاي فرقه كبيره. يعني طبعا سيد نمار يعني عمل كرة بالعرض حلوة قوي، زكريا الوردي كان لازم ان هو يتصرف فيها بشكل احسن. ويعني الكرة دي كرة صعبة جدا، هي دي بقى الكرة لما ما بتجيش تعرف ان انت هتكسب، تعرف ان انت هتكسب. كرة ملعوبة بالعرض حلوة قوي، راجل حطها بتعمل ديفليكشن بتيجي للراجل يا رجل جوه الجول. سبحان الله. كرة طبعا عبد الغني طبعا لا يمكن تبقى هاند بول، الكرة يعني متشطه بسرعه قوي. فتوح كرة بتتلعب له ناحيه الشمال،
سام شيكا بالعرض جول. شيكا مفتاح فوز الزمالك دايما مع شيكا. شيكا هو الجولدن بوي، الفتى الذهبي للزمالك. شيكابالا، شيكابالا شيكابالا لعيب كبير قوي قوي، وانا مبسوط قوي ان هو بيستمتع بالكوره. حلاوه شيكابالا ان هو بينزل كل ماتش مهما كانت النتيجه بيستمتع، ويا ليت اللعيبه كلها تتعلم منه ازاي ان انت الاساس ان انت تستمتع. التحرك والخبره، تحرك حلو قوي والباس حلو قوي من فتوح، راح حطها ملاش حل. الراجل خلاص هو يعني سامسون كان هيخش يكملها، ما عندوش حل يعني، ما عندوش حل، صعب قوي ان هو يتصرف فيها. شريف رضا كملها، وبعد كده سامسون اكينيولا يعني دي طبعا محاولات سموحه بعد الهدف. عواد بيطلع كره احمد مصطفى على فكره لعيب سموحه، خد احسن لعيب في المباراه، وانا بقول لكم اللعيب ده كويس جدا جدا. تخيلوا اللعيب ده لعب في جنت البلجيكي، جنت طلبوه وهو صغير وراح لعب، ما لعبش كتير بس لعيب كويس قوي، بيتحرك كويس قوي، بيحضر اللعب بشكل كويس، لعيب هايل، لعيب هايل. طبعا بصوا بقى الراجل ده بقى، بصوا الضغط، بصوا لما لعيب جاي هيعمل مشاكل كتيره للديفنس بتاع للديفنس في ماتشات الدوري كلها. حطها بشماله حلوه قوي. احمد شوشه حاول ان هو يعني، بص فرحه شيكابالا بيه، وهنا دور شيكابالا ان هو بيخلي اي لعيب جديد ان هو يحس ان هو تو فيل هوم، ان هو بيحس ان هو في بيته، ان هو بينسجم في اسرع وقت ممكن. راجل ضغط كويس قوي وحطها بشماله حلوه قوي. مش عايز ابقى يعني اتسرع في الحكم عليه، لكن بدايه مبشره جدا. لعيب شكله كورته كويسه يعني، اتفرجت طبعا على الفيديوز بتاعته، لكن الفيديوز ما بتقولش حاجه يعني، الفيديوز اللي ممكن تعرف تحكم منها. بس هو شكل ان هو غير ان هو قوي، وان هو يعني محارب، ان هو راجل مقاتل، لان هو الكره دي محتاجه فرود راس حربه مقاتل، محتاجه راس حربه مقاتل. لكن واضح ان هو لعيب كوره كويس، لانه لما قطع الكوره، لما قطع الكوره الراجل وقف وهوش، عمل نفسه اشوط وهوش وزقها تاني. فلعيب كره، واضح ان هو لعيب كره كويس، ويا رب تكون بدايه لمهاجم كبير لنادي الزمالك. وبقول كده ان لما بيجي لك لعيب محترف مميز ويجيد، ده اضافه للدوري، اضافه لقيمه الدوري. فهو لعيب صغير في السن، عنده 22 سنه، عنده خبرات كويسه. البدايه مبشره بالخير، بدايه مبشره بالخير. وانا احب اللعيبه الافارقه اللي بتيجي بصراحه، انا ما بحبش اللعيبه البلطه. في لعيبه كده بلطه، لعيبه اللي هي تيجي كده، لعيبه اجانب كده بتيجي تلاقيه كده بالراحه وكول كده وترانكيل وفلافي كده لذيذ كده. انما بحب العيال اللي بتيجي جعانه عايزه تنجح. لعيب عنده 22 سنه لسه صغير عايز ينجح. اتمنى ان هي دي تكون القصه الحقيقيه، او القصه اللي انا بتمناها. فوز مهم جدا للزمالك، وعايزين نشوف الحالات التحكيميه، لان في يعني حاله جدليه كبيره جدا في الدقيقه 69 بتاعت الزمالك. الاول عايز ابدا، هنبدا بالزمالك ولا سموحه؟ سموحه الاول. هنبدا بكره سموحه في ضربه جزاء مشكوك فيها في الدقيقه 57، عايزين نشوفها. الكره بتاعت عبد الغني. تاني عايزين نجيب الكاميرا اللي من ورا الراجل، الكره اتلعبت طبعا، اتفقنا لتحت تمام. لا الكره دي مش ضربه جزاء يا جماعه، الراجل ايديه جوه جسمه، ايديه جوه جسمه، لو ايديه خرجت بره جسمه لازم تبقى ضربه جزاء. تاني ايديه جوه جسمه، ايديه ما طلعتش بره جسمه، شايفين ايديه على صدره اهي، عشان ما حدش بس ايه يتكلم يقول كلام. الكره في ايديه تمام اهو، ايديه عامله كده، لو ايديه عامله كده ضربه جزاء، طلعت بره جسمه، انما ايديه عامله كده اهي، لا يمكن تكون ضربه جزاء، لان هي لو ما جاتش في ايديه كانت هتيجي في جسمه. فطبيعي ان اللعيب بيحمي نفسه بالشكل ده، عشان نشوف بس، عشان نعرف الدنيا القصه بتبقى ماشيه ازاي. فقرار صحيح من الحكم مليون المية. بعد كده في الدقيقه 69 في حاله جدليه برضو الناس اتكلمت عليها، كل الناس كانت بتتكلم عليها بعد الماتش، اللي هي ضربه جزاء لزيزو، ضربه جزاء للزمالك، عايزين نشوفها. كوره طبعا زيزو لعيب كبير يعني.
جماعه الكره ضربه جزاء، كره ضربه جزاء رجب نبيل، يعني كره ضربه جزاء ما فيهاش كلام. ده شدد الراجل احمد، احمد ايه، احمد حكم، رجب نبيل ماشي صح، انا اسف. كره ضربه جزاء يا جماعه، ازاي يعني، ازاي ازاي الكره ازاي تاني، معلش تاني معلش يا جماعه، قولي تاني، ممكن تاني، ايوه عايزين نكمل اللعبه بشكل طبيعي والنبي يا جماعه، يعني عايزين نجيبها طبيعي تاني. لا الكره دي بالنسبه لي مش ضربه جزاء، انا بالنسبه لي زيزو وقع سهل قوي، يعني في كونتاكت موجود، في تلامس، بس انا في رايي يعني بعد ما شفتها كويس يعني كره عاديه، كان لازم زيزو يفضل واقف على رجليه، في رايي كره فيها كونتاكت بس انا في رايي ان كان لازم زيزو يقف على رجليه. لا مش ضربة جزاء، مش ضربة جزاء، لا يعني زيزو كان مستني اللمسة عشان يقع، يعني خلينا ان احنا اقول لكم الحكم بيفكر ازاي. لا بعد ما شفتها تاني الكرة انا في رأيي لو انا حكم مش هديها ضربة جزاء، مش ضربة جزاء، لان زيزو كان مستني ان الراجل يلمسه عشان يقع، يعني هي بالانجليزي يقولك ايه، ميد ذا بيست اوت اوف ات، حاول ان هو يعني استغل ان في كونتاكت موجود وراح واقع. لا مش ضربة جزاء. طيب قرار صحيح من الحكم مليون المية في رأيي، في رأيي برافو، برافو الكابتن حسام عزب، صح كابتن حسام عزب ده على الفي اي ار، برافو عليه، وحكم المباراة كابتن قمر نادر، قمر قمر الدورة. النهاردة في النادي الإسماعيلي يعني دوشة كبيرة جدا بعد الماتش، والموضوع ان الدوشة طلعت من هي بقالها يومين ثلاثة، وقضية كبيرة جدا وموضوع كبير جدا، موضوع تيشيرت الإسماعيلي، وقصة والمهندس يحيى الكومي أعلن رسميا إقالة على في الجول، أهو موقع في الجول طبعا وزملائنا في الجول، يحيى الكومي يعلن عبر في الجول رحيل حسني عبد ربه من منصبه، لسه من دقايق الخبر، لسه من دقايق الخبر، حسني عبد ربه بيترك منصبه كمديرا للكرة ومشرف عام على الكرة في النادي الإسماعيلي بعد أول مباراة في الدوري. التفاصيل كلها معايا، وليه مشي حسني عبد ربه بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في الرومنتادا. الدنيا في الاسماعيليه، في الاسماعيليه الدنيا يعني شيطه، مش شيطه عشان النتيجه، ولكن بسبب اعلان المهندس يحيى الكومي رئيس النادي عن رحيل، اسف، مدير الكره الكابتن حسني عبد ربه، بعد طبعا المباراة وبعد الهزيمة من النادي الأهلي 1-0. الأول وأحكي لكم الحكاية إيه اللي حصل. الأول حسني عبد ربه بعد المباراة مباشرة كتب بوست على الفيسبوك، بوست يعني مريب وغريب. أنت فاكر إن أنا شايف حاجة كده يا ياسر؟ يعني بعد الماتش على طول مدير الكرة ان هو يكتب على بوست يعني وصفحته يعني في ترافيك عالي على فيسبوك في صفحته، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، حسبي الله ونعم الوكيل. مش طبيعي ان يعني شكينا، مش طبيعي ان مدير الكرة يكتب كده بعد الماتش،
يعني ممكن يكون ناس توقعت ان هو بيعلق على الاداء التحكيمي للكابتن محمد عادل. طب ايه القصه؟ الراجل بيحاسبنا على مين؟ على فكره يا حسبي الله ونعم الوكيل دي مش وحشه يعني، دي يعني انت راجل يعني حاجه ما بينك وربنا، حسبي الله تسلم امرك لله يعني، مش حاجه وحشه يعني. ولكن بعد كده المهندس يحيى الكومي لما اتسال ايه القصه قال لك ان احنا يعني بندرس اقاله، يعني الخبر مش صحيح ولكن بندرس اقاله حسني عبد ربه. وبعد كده طلع اكد بالفعل تمت اقاله حسني عبد ربه. يعني الواضح ان في مشكله، والواضح ان المشكله دي ملهاش علاقه بنتيجه المباراه دي. طبعا في تصريحات خاصه للريمونتادا لفريق العمل اتواصل معاه المهندس يحيى الكومي قال لك ان احنا بنؤكد خبر اقاله حسني عبد ربه، وبيعلن اقاله حسني عبد ربه والكابتن حسني عبد ربه طبعا اسطوره الاسماعيلي بيرحل عن النادي. طب الخبر ده ليه؟ تعال نروح اسماعيليه ومراسلنا النشط في اسماعيليه، يعني راجل كل اسماعيليه حبايبه وعارف كل خبايا اسماعيليه، مراسلنا ميسره سليمان. ميسره مساء الخير. اهلا بيك كابتن ميدو، واهلا كل مشاهدي قناه المحور يا كابتن وبرنامج الريمونتادا. اهلا بيك يا ميسره. ميسره، ايه اللي بيحصل في اسماعيليه يعني بغض النظر عن النتيجه؟ هل اقاله الكابتن حسني عبد ربه ليها علاقه بنتيجه المباراه ولا ايه اللي بيحصل؟ كابتن ميدو، لا طبعا قرار اقاله حسني عبد ربه ليس له علاقه بخساره الاسماعيلي من الاهلي. كل القصه كابتن ميدو هنحكيها للساده مشاهدي برنامج الريمونتادا. اللي حصل يا كابتن ميدو ان هو قبل المباراه ب 48 ساعه كان في ازمه داخل النادي الاسماعيلي بسبب التيشيرتات او زي الفريق. اللي حصل ان سمير نصر المسؤول عن لجنه التخطيط والتطوير كان اتفق مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي ان هم هيتعاقدوا مع احد الشركات هتوفر الزي للاطقم لكل اللعيبه بتاعت قطاع الناشئين داخل النادي. بعد ما حصل الاتفاق ده كابتن حسني عبد ربه قال كان عنده برضه كان متفق مع شركه ثانيه جابها اخر الموسم الماضي، وكان متفق معاه ان هم هيكملوا السيزون ده مع النادي. حتى يعني ده كان يعني كان الاسماعيلي كان لبسوا الاسماعيلي الموسم الماضي اوريدي بالظبط، كان ملبسين الاسماعيلي السنه اللي فاتت وكان متفق معاهم ان هم السنه دي هيكملوا. فطبعا بعد كان رئيس لجنه التطوير اللي هو سمير نصر كان متفق مع احد الشركات طبعا بعلم مجلس الاداره. رئيس لجنه التخطيط ولا التطوير؟ لجنه التطوير والتخطيط. اوكي، دي لجنه فنيه ولا لجنه برضه ليها علاقه بالتسويق؟ لا، لجنه للتسويق فقط، للتعاقد مع مسؤول عن الشركات، يعني تتعاقد مع شركات ملابس. أوكي. مسؤول عن شركات تطوير قطاع الناشئين داخل النادي، ملهاش علاقه فنيا خالص. اوكي، مش فنيه. اللي حصل يا كابتن ميدو ان الكابتن حسني عبد ربه كان اللعيبه بلغ مجلس اداره ان الزي اللي هو سمير نصر احد الشركات اتفق مع احد الشركات لتصميم ان داخل النادي كان في بعض التعديلات شويه، كان ان اللعيبه اشتكوا من بعض الخامات داخل من بعض الخامات للتيشيرت للزي بتاع النادي. فطبعا مجلس حسني كابتن حسني بدوره وصل لمجلس الاداره، مجلس الاداره وصل المعلومه لسمير نصر، سمير نصر اتفق مع الشركه على تعديل بعض الخامات، وبالفعل تم التعديل بناء على التوصيه او الشكوى اللي جات من اللعيبه. بعد كده كابتن حسني عبد ربه قال لهم بس احنا اتفقنا مع الشركه دي. طب خلاص اوكي، اتفقوا على هيكملوا هيلعبوا اول اربع ماتشات في الموسم اللي هو حد مباراه سموحه، هيلعبوا بالزي القديم اللي هم كانوا لعبوا بيه اخر الموسم الماضي. بعد كده النادي الاسماعيلي اعلن التعاقد مع الشركه اللي هو جابها سمير نصر واتفق معاه على كل حاجه. النادي الاسماعيلي اعلن ان هو من مباراه سموحه هيتم ان الفريق كله هيبتدي الزي اللي تم التعاقد معه. لحد الان كان الموضوع ماشي كويس. فوجئنا كلنا ان كابتن حسني عبد ربه جاب اللعيبه وعمل سيشن بدون علم مجلس الاداره. يعني جاء سيشن بالزي القديم. انا شفت الصور دي، يعني هي السيشن تمام. وقام بنشرها على صفحته الشخصيه. اتعمل حسني عمله بره الاداره بدون علم الاداره. ليه؟ عشان يحط الاداره مثلا في 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 في, في, في موقف محرج او امام الامر الواقع ان خلاص احنا اتصورنا ونزلنا الصور، فاللعيبه دلوقتي يعني هي دي هو ده الزي الرسمي بتاع النادي خلاص هيلعبوا بيه.
ده الامر اللي اثار غضب مسؤولي النادي الاسماعيلي وخصوصا المهندس يحيى كومه وجميع مجلس اداره. طب سؤال يا ميسره، معلش سؤال، طالما اللبس بتاع الماركه الثانيه جاهز، ليه حتى بعد ما حسني عمل الفوتو سيشن ليه ما اجبروش اللعيبه ان هم يلعبوا بالشركه اللي بلبس الشركه اللي هيتعاقدوا معاها؟ لان يا كابتن ميدو ان الاتفاق تم التعديل بتاع بعض الخامات كان لسه هيخلص على الاسبوع الرابع، يعني كان التعديل كان فيه شويه حاجات بسيطه اللعيبه طلبوا ان هم تتعدل، فكان هم الشركه قالت لهم اوكي خلاص احنا هنعدلها، فادونا فتره زمنيه لحد مباراه سموحه، هنبدا مباراه سموحه اللعيبه تبتدي الايه التيشيرت بعد التعديل. يعني كده كده يعني كده كده فرقه الاسماعيلي كانت تلعب بالطقم اللي لعب بيه النهارده. بالظبط، هي المشكله بالزبط كلها في الفوتو سيشن. الفوتو سيشن ان النادي اعلن في وقتها اول ما الاعلان نزل على الموقع الرسمي للنادي الاسماعيلي ان النادي تعاقد مع احد الشركات المتخصصه في توفير الزي للاطقم وكل اللعيبه داخل النادي الاسماعيلي، ساعتها بعديها بخمس دقائق كابتن حسني عبد ربه نشر على صفحته الشخصيه صوره للاعبين بفوتو سيشن بالزي القديم ودون علم من مجلس الاداره. ده نزل الصور اللي هو الفوتو سيشن اللي عمله من 48 ساعه بالظبط كده بالزي القديم دون علم مجلس الاداره. برضو في حاجه برضو محتاج من نوضحها للساده المشاهدين، ان في برضو من مصدر داخل مجلس الاداره ان يعني في حاجه وقعه سابقه برضو لكابتن حسني عبد ربه برضو، فيعني كان في كذا حاجه زي مثلا كابتن ميدو هنقول لك دي حاجه حصري، ان كابتن حسني عبد ربه في معسكر بتاع الفريق في 6 اكتوبر عزم احد الشخصيات تمام بدون علم مجلس الاداره وتصور مع اللعيبه دون علم مجلس الاداره. مين الشخصيه مين الشخصيه دي بقى؟ ده احد اعضاء مجلس الاداره السابقين. مين انت يعني قول لي مين؟ مش مشكله. نائب رئيس النادي السابق، نائب 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 الاستاذ حماد موسى. الاستاذ حماد موسى. الاستاذ حماد موسى. يعني وهل الاستاذ حماد موسى على يعني على يعني في مثلا مشاكل ما بينه وبين مجلس الاداره الحالي، في خلاف؟ لا 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 لا، مفيش اي خلافات ولا في اي حاجه خالص، لكن الصوره يعني ان هو يتصور مع اللعيبه بدون موجود مجلس اداره وقام بعمل عزومه في لجميع اللعيبه. هو الاستاذ حماد موسى عمل عزومه للعيبه؟ عمل عزومه للعيبه وتصور وتصوروا معاهم، فدي برضو الامر ده زاد غضب داخل مجلس الاداره ان هو حسني ما قالهمش ولا كابتن حسني ما قالهمش ولا استاذن منهم، فده برضو كان سبب برضو او في توابع للموضوع برضو من قبل كده برضو ان العزومه دي يعني برضو ازاي كان لازم تسبب ان يبقى في صدع يعني بالظبط كده يا كابتن ميدو، لان يعني العزومه تمت بدون اذن من مجلس الاداره وان ما فيش حد من الاداره تصور ولا كان حد يعرف ان العزومه دي هتتم. فدي كلها كانت في رواسب قبل كده، فدي كلها اتجمعت وهم كانوا محضرين قرار الاقاله قبل لقاء الاهلي، يعني مش خساره من الاهلي لا هي السبب، لا القرار الاقاله كان قبل لقاء الاهلي. يعني من اول لما عرفوا ان الفوتو سيشن نزلت وكل الكلام ده كله مالهاش علاقه بالنتيجه. بالظبط يا كابتن ميدو. طب خليك يعني طب بشكرك يا ميسره، بشكرك جدا على التوضيح. مراسلنا ميسره سليمان من اسماعيليه. تعالوا نروح للاستاذ سمير نصر رئيس لجنه التخطيط والتطوير في النادي الاسماعيلي. استاذ سمير مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو. اهلا بيك اهلا بيك يا فندم. ويعني الاول عايز اعرف ايه القصه، يعني انتوا اعلنتوا زي ما سمعت من ميسره مراسلنا في اسماعيليه ان انتوا اعلنتوا عن التعاقد مع احدى الشركات ان هي يعني اللي هي تلبس نادي الاسماعيلي الموسم ده، ومره واحده فوجئتوا ان الكابتن حسني عبد ربه مدير الكوره يعني نشر صور او نزل صور للعيبه مع شركه تانية اللي هي الشركه اللي كانت بتلبس الفريق في نهايه الموسم الماضي. ايه اللي حصل يا استاذ سمير؟ طيب عشان نزيل اللغط ده خالص يا كابتن ميدو، واستاذن حضرتك بس ان الاسماعيلي يستاهل 3 4 دقائق نوضح فيهم الموضوع كله. طبعا تحت امرك تحت امرك. فبناء عليه الصوره هتوضح قدام الجمهور. هو الاسماعيلي يعني بالنسبه لنا احنا اكبر مشكله بتقابلنا في النادي الاسماعيلي هي مشكله الامور الماليه، عندنا مشكله كبيره جدا في الامور الماليه، تمام؟ وده اكيد انت عشته كمان معانا كابتن ميدو في الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها. القصه ببساطه عشان نحل الامور الماليه ديت فقدمنا اتجاهين، ان احنا نعظم مواردنا وده عن طريق بقى ان احنا نحاول نشتغل في قصص الرعايات وقصص حقوق البث الفضائي وغيره، والناحيه الثانيه نبص للمصروفات. لما بنيجي نبص للمصروفات الناحيه الثانيه عندنا ارقام فلكيه بتدفع في امور كتير جدا. ف استراتيجيه النادي الجديده مبنيه على ودي الاستراتيجيه اللي اشتغلنا عليها من ساعه ما دخلت النادي وموافقه مجلس الاداره ان احنا نبدا نشتغل على موضوع الشراكات. والشراكات ببساطه الفرق ما بينها وبين الرعايات ان الشراكه عباره عن خدمه او سيرفيس انت اصلا كنادي بتدفع فيها فلوس
تتوفر لك فور فري او بنسبه معينه كبيره جدا من التخفيضات في مقابل انك تاخد او تقدم بعض الامتيازات اللي ممكن تكون غير مستغله في النادي. وبناء عليه اطلقنا علامه تجاريه للنادي اللي هي اي اس سي من فتره كبيره واشهرناها كمان ووثقناها بالاضافه لشعار النادي وغيره، وابتدينا نطرحها للاستغلال التجاري. الموضوع بتاع الملابس كان ببساطه كده، ان احنا هنمنح حق استغلال العلامه التجاريه بتاعتنا لاحد الاطراف سواء شركه ملابس رياضيه او مصنع للملابس الرياضيه او خط انتاج للملابس الرياضيه، يبدا هو يستغل العلامه التجاريه ديت في تصنيع المواد او المنتجات الرياضيه، ويوفر ليا انا كنادي الاسماعيلي كل الاحتياجات من الملابس الرياضيه سواء فريق اول او قطاع الناشئين او بعض الانشطه الرياضيه او الانشطه الجماعيه في النادي، لان ده رقم كبير جدا انا بتكفله كنادي. يعني انا سنويا وفقا لاخر ميزانيه انا شفتها كانت 2021 اعتقد، كان النادي الاسماعيلي الفريق الاول فقط لا غير كان حوالي 3.5 مليون جنيه في السنه. يعني لما تيجي تكمل على نفس النهج دوت، النادي بيدفع بنجيبه فلوس 3.5 مليون طبعًا طبعًا, طبعا 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 ده وفقا لاخر ميزانيه، لان احنا برضو خد بالك من حاجه يا كابتن ميدو، احنا ترتيب النادي بتاعنا اخر اربع خمس سنين مش مساعد ان تقدر توفر مورد الملابس الرياضيه بنسب تخفيضات كبيره او فور فري، فلازم تشتغل اوت اوف ذا بوكس شويه. فابتدينا يعني انا بس عايز اقول لحضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، يعني فيما يخص بالذات النقطه ان بسبب ترتيب الاسماعيلي مش عارفين ان احنا نجيب شركه تلبس الاسماعيلي، ده كلام. لا هتجيب شركه، لا هتجيب شركه بس هتدفع رقم، لكن لا. انت النهارده لو ترتيبك أقول كويس حاجه معلش بس فضل. انا يعني اسمعني وحضرتك اسال في اسماعيليه، سنه 2015 اعتقد انا كنت بدرب الاسماعيلي وكان الاسماعيلي وجبنا عقد لوتو فور فري وانا اللي كنت جبت العقد نفسه. طيب ما احنا جبنا والناس اشتغلت، ما ساعتها كان ترتيب الاسماعيلي كان كابتن ميدو، كان ترتيب الاسماعيلي مرور رابع خامس سادس سابع حتى، لكن النهارده الاسماعيلي الموسم اللي قبليه كان الاسماعيلي في المركز، انا الدوري في المركز العاشر برضه. لا 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 ما كناش العاشر خالص، ما شاء الله في الموسم اللي قبل المركز الخامس. لا كنا في المركز الخامس او السادس. لا لا خالص مين، لا لا كنا في مركز والله متاخر عن كده انا فاكر، ما انا كنت موجود وانا اللي جبت العقد يومها حتى. لا يعني ماشي، يعني المركز الاسماعيلي بص حضرتك، طب ما هقول لحضرتك حاجه، الاسماعيلي انا معاك انا معاك كاسم لازم يستغل بشكل كويس، لكن انا لكن ده ما يعنيش جدا، ملوش علاقه بترتيبك في اخر موسم. الاسماعيلي براند كبير، لما ترتيب النادي يتراجع على الشعبيه وعلى مين هينزل يشتري، مش مختلفين في دي خالص، والاكسبلوجر اللي انت عايز تعمله في المدينه، حاجات كتيره جدا ملهاش علاقه بالترتيب. ما بناء عليه شغف الاسماعيلي ما بيقلش بترتيب الفرقه، بالعكس بيزيد. ما هو ده الكلام، ده وجهه نظر الخاصه بينا احنا، لكن وجهه نظر الشركات الثانيه او كده كان في اشكاليه شويه في الجزئيه دي، وخصوصا ان احنا اخر 3 4 سنين بنعاني من موضوع الهبوط بشكل كبير. الرقم كان كبير جدا، احنا تلقينا طبعا عروض من شركات كتير لكن كلها كانت شركات بنسب تخفيض معينه يعني. لكن وانس انك توصل لعمليه الاكتفاء الذاتي بدون اي كوست على النادي، هي دي كانت الاشكاليه بالنسبه لنا. وده كان مخطط بالنسبه لنا، ان الموضوع كانت الرؤيه كلها مبنيه على ان انا اوفر احتياجاتي اللي هي بالرقم ده وتتجاوز الرقم ده كمان لما تيجي تضم عليه قطاع الناشئين بالكامل. وخد بالك من حاجه مستر ميدو، هي الاشكاليه الاكبر في حجم قطاع الناشئين، انت في الفريق الاول بتتكلم عن 30 40 لعيب، لكن قطاع الناشئين ده بالمات. طب ايه معلش انا اسف بس عشان وقتنا، ايه التحول اللي حصل اللي خلى ان مره واحده بعد ما انتوا خلاص تعاقدتوا مع الشركه؟ هقول لحضرتك بالظبط ايه اللي حصل بالظبط. احنا كنا اعلنا ان خلاص ان احنا هنطلع علامتنا التجاريه بالشراكه مع خط انتاج ده خاص بالنادي، هينتج كل الموديلات الخاصه بالنادي واطلاق الستور سواء الاوف دور او الاونلاين، ونسبه من المبيعات كمان تخصص وتوجه للنادي. تمام. بناء عليه انت لسه بتطلع برودكشن جديد، انت بتكريت حاجه جديده. تمام. فطبيعي جدا انك بتاخد وقتك، تمام؟ انت ما بتشتغلش بس مع كاتالوجات جاهزه من شركات ثانيه، لا ما ينفعش، وتبدا تشتغل حاجه خاصه بيك انت تبني بيها هويه وتحافظ بيها كمان على قيمه البراند، منع للتزييف والتقليد اللي موجود. فتم الاتفاق عشان الشركه عايزه وقت ان الـ ان الـ ان الـ ان ان الاسماعيلي هيلعب بالضبط. اول اربع ماتشات بالطقم القديم لغايه بالضبط. لما الطقم الجديد بالضبط. بالشركه الجديده تجهز. ده اللي حصل بالظبط، ده اللي حصل بالظبط. وطبيعي جدا ان الموضوع بيبقى في الغرف المغلقه، الشركه بتقدم عينه فادي كويسه، لا دي محتاجه هنا، دي ممكن تكونش مريحه، دي بالنسبه لي بعد فتره بتحصل معايا كذا. طب هل حضرتك يا استاذ سمير معلش فضل. هل الصوره او الصور اللي نزلها الكابتن حسني عبد ربه بالتيشيرت القديم هل تسببت في اي دمج او اي تصدع في العلاقه ما بينكم وما بين الشركه الجديده؟ طبيعي جدا. زعلوا وكان ممكن يرجع عليكم شروط جزائيه. الاطراف كلها زعلت يا كابتن ميدو بما فيهم حتى كابتن حسني. خد بالك من حاجه، انا عايز برضه اتكلم في الجزئيه دي. كابتن حسني الراجل بص للموضوع بابعاد الفريق الاول، وعلى فكره
عنده حق في جزئيه معينه. فكره ان انا داخل عليا سيزون ومحتاج فرقتي تلبس تبقى افضل حاجه، ودي وجهه نظر محترمه جدا. في نفس الوقت النادي عنده استراتيجيه وعنده شغل هو مخطط ليه وعنده طريق هو ماشي فيه، تمام. ممكن النهارده تحصل في زي ما حصل دلوقتي، بتحصل ريفلكس طبيعي جدا ان انا ارجع لك فتيجي تقول لي لا انا محتاج كذا، طب نعدل كذا، نعمل كذا، عنصر الوقت بيسرقك في الجزئيه دي، فتلاقي دايما المسؤول في الحته ديت يقول لك لا انا محتاج ان انا اخد القرار ده دلوقتي. في نفس الوقت المسؤول الثاني يقول لك لا انا محتاج ان احنا نتريش شويه ونبدا ناخد الموضوع بمنحه ثانيه خالص. هنا اعتقد ان الريفلكس حصل. ده الاسماعيلي محتاج حسني بشكل كبير جدا، انا صراحه بقولها. وحسني محتاج النادي الاسماعيلي حاليا دلوقتي ده بيته، يعني قبل اي حاجه. يعني انت يعني الموضوع انت يعني دخل في ابعاد ثانيه خالص. انا صراحه زعلان طبعا، لكن انا صراحه زعلان ان الموضوع اخذ الابعاد دي. يعني ما نوصلش بالكلام ده، لان انت بص يا كابتن ميدو، كلام من الزمالك او الاهلي او غيره من الانديه، ما شركات كتير جدا بتخش تورد ومشاكل بتحصل، الكلام ده كله دايما بيبقى في الغرف المغلقه. تمام. وانس النهارده خلاص القرار طلع، خلاص يبقى كله شغال في نفس الاتجاه. هنا في اشكاليه كبيره، ممكن يبقى ليه الموضوع ليه ابعاد ثانيه بعيدا عن الموضوع دوت. هي دي برضو اللي عملت او جت القش بقى اللي قسم الظهر البعير. هي دي للاسف. اسماعيلي عندنا انت تعشت معانا الاجواء، البلد كلها صغيره، فكل حاجه بتسمع بشكل كبير وبشكل سريع، وموضوع بياخد ابعاد ثانيه. لكن في كل الاحوال هو النادي بنى استراتيجيه ريدي خلاص دلوقتي ان هو يبدا يطلع علامته التجاريه باي مكان الثمن. وعندنا برضو الناحيه الثانيه مدير كوره بيبص لمصلحه الفريق الاول، عنده انه محتاج في اسرع وقت. فبناء عليه وصلنا للحل دلوقتي خلاص، ان انت هو انت ابدا اول 3 4 ماتشات يعني ايه المشكله؟ المشكله اللعيبه استاذ سمير، معلش انا اسف، المشكله الرئيسيه في ان الشركه اللي انتوا اوريدي مضيتوا معاها بالفعل زعلوا من ان اللعيبه راحت عملت فوتو سيشن للشركه القديمه، وبناء عليه هدد. لا لا لا، الموضوع ما خدش الابعاد دي خالص. الموضوع ما خدش الابعاد دي خالص. حضرتك قلت لي ان كل الاطراف زعلت وان الشركه الثانيه زعلت. الاطراف كلها زعلت، ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا يعني. لكن احنا في تعاقد، لكن في تعاقد واجب عليهم احترامه. يعني وانس النهارده انا زعلت من موقف حصل، لا انا 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 عندي مصلحه نادي بتقول مثلا ان انا ممكن يكون عندي مثلا 10 اطقم معينين في تعليق على طقمي، مش مفيش مشكله اعدلهم، فخد وقتك وعدلهم، بالنسبه لي ما عنديش مشكله خالص. تمام. يعني العقد اصلا بينص ان الخامات المورده هي من اختيار النادي، وتصميمات من اختيار النادي، انك بتشغل العلامه التجاريه بتاعتك اللي هي اي سي سي، فانت بتطرح منتج في السوق هتبيعه بعد كده. ودي نقطه على فكره هي اللي احتاجت وقت كبير، انك تعمل منتج قدر المستطاع تتلافى فيه عمليه الضرب والتزييف. على فكره احنا طرحنا منتج مثلا زي التيشيرت الدعم من فتره، اكيد حضرتك شفته في التلميذ. يعني استاذ سمير، يعني اصل المشكله، اصل المشكله مع مجلس اداره النادي، ان اصل المشكله سوق تقدير للموقف مش سوق نوايا. الامر واضح يعني. المشكله اللي عند مجلس اداره الاسماعيلي ان حسني تصرف بشكل فردي، بشكل احادي، دون الرجوع الى المجلس. لا انا 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 برضو شايف الموضوع بمقطع تاني مختلف شويه، ان حسني بص لمصلحه الفريق الاول وده حقه. في الوقت اللي في مجلس اداره بيبص لمصلحه النادي ككل، وده حقه برضه. هنا كان المفترض الموضوع يتحل في الغرف المغلقه، ما اعرفش ايه اللي حصل مره واحده كده وفجر الموضوع بالشكل. استاذ سمير نصر رئيس لجنه التخطيط في النادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا. ويا جماعه يعني الفرق الكبيره بتتقاس، والانديه الكبيره بيتقاس مدى احترافيه ادارتها ومجالس ادارتها في التعامل مع الأزمات، كيفية إدارة الأزمات. في مشاكل كتيرة جدا بتحصل في كل الأندية يا جماعة في العالم، وفي الأندية في مصر وأندية تانية، لكن بيعرفوا إزاي إن هم يديروا الأزمة بشكل كويس جواهم. حتى لو أنت خدت قرار في رأيي برحيل حسني عبد ربه، لازم تخرجه من الباب الكبير. ده ليجند عندك، ده اسطوره عندك، واللي هو عمله ما فيهوش عمل فاضح. يعني انت بتتكلم ما فيش حاجه فاضحه، يعني ما فيش حاجه تسيء ليه، او يعني حاجه مشينه عشان تخرجه بالشكل ده. لا، انت النهارده حسني ده راجل اسطوره في اسماعيليه، مش دفاعا عنه، انا بحق ربنا. الراجل ممكن يكون غلط، اساء التقدير بحكم قله خبراته الاداريه. الراجل لسه أول سنة يشتغل، يا دوبك لسه بياخد الشغلانة، أساء التقدير. أنت بقى حل جواك انترنال، جيب الراجل شده مفيش مشكلة، و و و و ولو حتى ورست كيس سيناريو خدت قرار إن هو يمشي احميه. وهو ده اللي أنديتنا لازم تتعلمه، إزاي أحمي الأساطير بتاعتي حتى لو غلطوا. ولادك بيغلطوا، ابنك بيغلط، عاقبه، اقفل عليه،
ما تفضحوش. ده رأيي. لازم أنديتنا تتعلم إن بحكم الخبرات وبحكم ثقافة بحكم أجريشن معين عند شخص معين، حاجات كتيرة ممكن تحصل. كلنا معرضين للخطأ، لكن ما يبقاش الخطأ على المشاع. خلاص اطلع على المسرح يلا وشيل انت. ليه؟ 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 ده ابني، ده ابني، حافظ عليه على قد ما اقدر حتى لو انا زعلان منه. الطريقة اللي طالع بيها الموضوع طريقة مش لطيفة ابدا، ولا طريق بالنادي الاسماعيلي. وانا اتمنى ان الامور تتحل، وحتى لو حسني مشي يمشي من الباب الكبير. اتمنى ان هو ما يمشيش بصراحة، لان انا بتفق ان حسني عبد ربه مهم للاسماعيلي. بصوا بقى، انا كنت على خلاف كبير مع حسني عبد ربه في زمن، من يعني في زمن بعيد، تمام؟ لكن حق ربنا حسني مفيد للاسماعيلي. حسني راجل الدي ان ايه بتاع الاسماعيليه وبتاع الاسماعيلي بيجري في دمه، ورمز من رموز الاسماعيليه. اتمنى حل المشكله، اتمنى حل المشكله، وان حسني يبقى داخل النادي الاسماعيلي لان دوره مهم. وانا اتكلمت مع جريده، وجريده اكد لي ان دوره مهم. ف نتمنى حل الامور، خاصه ان انا عارف ان حسني علاقته طيبه كلها باللعيبه وبالجميع. اتمنى ناخد خطوه لورا كده ونهدى وناخد نفس، وبكره نبتدي الناس تتكلم مع بعض، وان شاء الله الامور توصل يعني لبر الامان بشكل كويس. مش عايزين يعني توابع هزيمه والفريق مغلوب في اول مباراه. الاسماعيلي بنى فرقه كويسه، حرام، وعندهم لعيبه كويسه وعندهم مدرب كبير، والنهارده ظهروا بشكل كويس اول 25 دقيقه. لو لعبوا بالشكل ده بتاع اول 25 دقيقه الاسماعيلي هيبقى في حته كويسه. حرام عليكم ما تهدوش كل ده. ولازم حسني يهدى، اهدى اهدى، واعرف ان نصيحه لاخ يعني حسني قدي اعتقد، او اصغر مني بسنه او قدي، لكن نصيحه اللي بيحاول ان هو يدير بفلسفه الوان مان شو وبيطلع على المسرح بيقع بسهولة، بيتعرى. خليك جوه السيستم يا حسني، حتى لو انت اقوى عنصر في السيستم. وانا بقول لك الكلام ده، انا غلطت الاخطاء دي قبل كده، فلت صدري وانا بتاع، في الاخر انت اللي بتخسر. خش جوه المنظومة. انت ممكن يبقى عندك، انت القائد، ممكن تبقى انت القائد، بس مش لازم كل الناس تشوف ان انت القائد. بحكم بقى سنك، بحكم ان في ناس اكبر منك، ومش كل الناس هتبقى فرحانه للبوزيشن اللي انت فيه وانت صغير. حاجات كتيره لازم ان انت الزمن هيعلمها لك، لكن لازم تفكر بشكل مختلف. هنتكلم تكتيكيا عن ماتشات النهارده بعد الفاصل مع جدو دودار. بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وانضم لي الكابتن جدو ودودار. جدو مساء الخير. مساء الفل يا امين، عامل ايه؟ نعيما حبيبي. والله كان كده احسن بكتير. كده احسن بكتير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن دودار، الناس كلها مستنياك. انطقه من النهارده بدري، عايز تعرف اسرارك واسرار الاسرار اللي انت عارفها. حبيبي عالمي دايما حضرتك منور ونعيمه. ربنا يخليك، مبسوط انا معاك دايما، بتنوروني. دودار، نبدا بماتش الاسماعيلي والاهلي. الحقيقه الاسماعيلي بدا الماتش بشكل كويس، ضغط بشكل كويس، ووجه الضغط بشكل كويس، بس تحس ان الفريق تركيزه ضاع بعد 20 25 دقيقه. تحس ان الخطوط ابتدت تفتح، تحس ان هم بعد 25 دقيقه كان اللعيبه نسيت اللي جاريدو يعني بالذات الشيب بتاع الفرقه واللي جاريدو قاله لهم قبل الماتش. خلينا يا كابتن نكون طبعا مبروك للنادي الاهلي النهارده الماتش، يستحق يكسب الماتش. لكن عايز اتكلم بس على الموضوع اللي حضرتك نهيت بيه لنادي الاسماعيلي، ان الموضوع دوت ده الخلاصه اللي انا هقولها وعلى مسؤوليتي، ولو اي حد عايز يخش من نادي الاسماعيلي يخش وانا موجود. موضوع حسني عبد ربه في النادي الاسماعيلي والاقاله وباشمهندس يحيى الكومي، سبب المشكله مش موضوع اللبس خالص. معلوماتي ان سبب المشكله ان معظم اللعيبه عندهم وعد من رئيس النادي بصرف الشيكات والفلوس بتاعتهم، وده ما اتحققش اكتر من 4 مرات. اللعيبه تروح البنك تلاقي الشيك بدون رصيد، وده اللعيبه قعدت مع الكابتن حسني عبد ربه، انت ازاي مدير كوره المفروض ان انت اللي تجيب لنا فلوسنا وتجيب لنا حقنا.
وهو دي معلومات اكيده دي معلومات اكيد اكيده واي حد عايز يطلع يكلمني يكذب كلامي يطلع. مشكله الفلوس والمستحقات بالظبط. فابتدت بقى اللي يحصل يا كابتن، ابتدى ان يحصل من حوالي اسبوع ان باشمهندس يحيى الكومه اداهم 2 مليون جنيه واللعيبه قعدت مع بعض 2 مليون جنيه الفريق كله قسموها ابتدى بقى ايه في لعيبه انا مش محتاج الفلوس دلوقتي انا مش محتاج الفلوس دلوقتي، لا في لعيب تاني يقدر. ده الشغل اللي يوقع ده كلام طبعا. حتى في لعيبه جده قالت لا انا مش محتاج الفلوس دلوقتي، خلي فلان ياخد 150 الف عشان هو دلوقتي محتاج الاقساط بتاعته. فابتدى الموضوع سببه الرئيسي هي موضوع متاكد ان هو طبعا متاكد طبعا مش هقول حاجه على الهواء الا لما اكون متاكد منها. فبالتالي بس لو 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 الموضوع بالشكل ده يبقى حسني مظلوم في ايه؟ انت النهارده لما بتبقى رئيس نادي وبتدي وعود وبتخلف عنها انت بتحرق مدير الكره بتاعك بالظبط، لان هو اللي في الوش بالظبط، هو اللي قدام اللعيبه بالظبط، انت بتحرقه. مع الوقت اللعيبه دي هتخسر احترامها للمدير الكوره، مش هيعرف ان هو ينفذ عليهم اللائحه اللي هيعرف ينزلها الثواب والعقاب لو لعيب اتاخر. انت خلي بالك اللعيبه مصيبه، انتوا عارفين لو انت النهارده خلي بالك في فرق كبير جدا ولازم تفرقوا حضراتكم ما بين ان اللعيبه ما بتاخدش مستحقات او مستحقات متاخره وما بين ان انت وعدت وما نفذتش وعدك. واول الموسم خلاص واول الموسم تخسر الثقه. لا ده جانب عندك مجموعه لعيبه جديده. لا بجانب ان انا ايه دلوقتي، انا دلوقتي عندك مشكله ماليه طاحنه في النادي. هل تقدر تجيب لعيب تديله 5 مليون جنيه ولا تشتغل على الامكانيات الماديه اللي موجوده في النادي؟ فدي برضو الاداره بالنسبه للنادي الاسماعيلي. هي اللعيبه اللي جت جديده دي 5 مليون 4 مليون ايوه خدت مقدمات ما خدتش لحد دلوقتي شيكات ولا جنيه. خدت شيكات؟ لا ما بقول حضرتك خدت شيكات ولحد دلوقتي ما صرفوهاش، واللي صرف منها صرف مثلا يبقى الشيك مليون ونص خد منه 250 الف جنيه 400 الف جنيه اللي هو ايه عشان اللعيبه الثانيه تاخد فلوس. فبالتالي في مشكله كبيره جدا ماليه في النادي، وعشان كده سبب المشكله ديت ان حسني قعد مع باشمهندس يحيى الكومي. انت ازاي انت اتفقت مع اللعيبه وانا هو حسني كمان بيبلغهم بيقول لهم انت هتاخده مثلا الاسبوع الجاي الاسبوع. فبالنسبه لي وضع طبيعي جدا حاله النادي الاسماعيلي النهارده، دي مفاجاه بالنسبه لي. عندهم مدرب شاطر جدا، لو ادينا له الامكانيات الماديه والمعنويه الراجل ده ينجح مع النادي الاسماعيلي مستر جريدو، لان اللعيبه كلها رايحه في النادي الاسماعيلي عايزه تقدم حاجه للجمهور. فالماتش النهارده شايف شوط اول النادي الاسماعيلي ادى بشكل قوي جدا بدنيا، واقف على رجليه، التنظيم الدفاعي كويس جدا، التنظيم الهجومي هايلين، نص الملعب قوي جدا عمر الوحش ومحمد بس حسن اول نص ساعه بس لكن نص لكن جريدو عمل مشكله كبيره جدا وهي دي سبب خساره النادي الاسماعيلي ان هو خرج 3 نص الملعب الشوط الثاني ودي سببت مشكله كبيره جدا في نص الملعب بس ده جاب بعد الجول. لكن تقدر ان انت تتعادل في اي وقت يا جدو لو الثلاثة مستمرين. محمد حسن نجم الماتش، وعايز برضه اعرف هو مين اللي بيدي افضل لاعب في المباراه. اكرم توفيق لعيب كبير ولعيب كويس هو اللي خد افضل لاعب، لكن كان من وجهه نظر ان انت احسن لاعب في المباراه كان ديانج من النادي الاهلي او محمد حسن من النادي الاسماعيلي. فانا شايف ماتش كويس. اسال مين اللي بيدي لازم ده لازم مهم. ده سؤال مهم جدا لان انا شايف ان ديانج يستحق ان يكون نجم الماتش. جدو الاهلي النهارده يعني ظهر بشكل مختلف، الفرقه بتطلع بالكره من تحت كويس، لعيبه نص الملعب بيفضوا كويس، ديانج بيسقط وحمدي فتحي بيزق على قدام عشان ياخد حد معاه، والراجل ذكي جدا في التوازن اللي عامله في نص الملعب ان هو بيلعب بديانج وحمدي فتحي. وعجبني جدا في تغيير كريم فؤاد ان هو نزله لعب وينج، مش عشان عمل الجول بس هو فكره كويسه. انا 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 مبسوط يعني هو بيفكر بره الصندوق تمام يا ميدو. بس لو كريم فؤاد ما كانش عامل جول كان زماننا كلنا دلوقتي معلقين له المشانق يا دودار، وازاي يلعب كريم فؤاد وينج فاهم. وعندك بره كان موجود قفشه وكان موجود حسين الشحات، فاعتقد ان هو جازف بكريم فؤاد النهارده في المكان الجديد ده. وفي النهايه كريم ما خذلوش، يمكن عمل جول وعمل ماشي، ما يعتبر نجاح للمدرب اكيد طبعا اكيد طبعا. بس انا في الناس استغربت ان كريم عمره ما لعب في حته الوينج دي فاهم، وهو قبل ما يجيب الجول جون جده. بص يعني الاهلي دايما يميدوا ديانج بيصعد بيستلم الكره وحمدي فتحي بيزق لقدام، وهنا هنا هنا قفشه لما نزل فرق جدا في تحركات سافيو يميدو. يمكن سافيو كان بيقوم بدور قفشه ان هو بينزل نص ملعب يستلم الكره، لان مفيش حد كان بيدور الكره بين الخطوط بشكل كويس. صح. لما قفشه نزل وفر عليه كل المجهود اللي بيعمله ده بالظبط، وخلاه يتفرغ في الحته اللي قدام ويستلم الكره قريب من الجون. فاعتقد ان نزول قفشه تغيير كان يحسب لكولر النهارده ان هو نزل قفشه وظبط نص الملعب وادى حريه لصافي ان هو يتحرك بشكل قدام بشكل كويس. يمكن الباص ده اللي فرق ميدو، بص هنا ضرب خط كامل لصافي وصافي وحطاه. مهم جدا الوينج يا ميدو انه لازم يتحرك بدون كوره، يتحرك في ظهر المدافعين. مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ده بيسلموا في رجليهم ويدخلوا جوه الملعب،
ما بياخدوش ورا المدافعين، ما بيتحركوش، فبالتالي بالنسبه للمدافع سهل جدا بالظبط، هما بيتحركوا قدامي وبيبصوا الكوره، بس عايزين نجيب الكوره الاول انما يا جماعه فاهم انت ميدو. فكريم فؤاد اتحرك بشكل كويس وصابي وحطها بشكل كويس. كريم يمكن عشان مدافع عمل تكنيك وخد الكره بالشكل ده، لو مهاجم ما كانش عامل تكنيك واخد الكره بالشكل ده يا ميدو. بس كريم فؤاد بالظبط، كريم فؤاد لانه مدافع محمد وحشه قوي، المدافع الاسماعيلي طبعا هو راح شيرلس قوي فاهم، ما ينفعش كوره زي كده، لازم تترس جامد عشان الكوره دي ما ينفعش بالظبط، او طلع كره ما ينفعش، كانوا الاثنين نجوم الماتش. طب ممكن تجيبوا لنا الجون من الاول يا جماعه عشان اوريكم ان ازاي لعيبه الدايره في النادي الاسماعيلي يا جدو ما لهمش اي دور دفاعي. يعني انت النهارده الناس بتطلع بالكوره اوكي، ديانج استلم تمام. صح ديانج بالظبط، اوف ايه دور بقى لعيبه الدايره؟ الراجل قفشه صاحب يستلم ما بينهم بالظبط، مفيش ولا واحد زي على قفشه، مفيش حد طلع يستلم من قدام، ولا الناس دي بتحلق يعني صح. يعني سايبين الناس تلعب، الانجليزي يقول لك ايه ثرو يو، بيلعبوا في ما بين ما بينك بيغزك بيقطعك وانت واقف بتتفرج، مسافات بعيده قوي يا جماعه. كان لازم حد من الاثنين الاصفر دول يميدوا، لازم حد يكون بيضغط على ايديهم واحد تحت اكيد طبعا. طبعا قفشه استلم اقرب واحد ليه على بعد 15 متر يعني بالظبط، ولف براحته ولعب هناك وكره رجعت واستلم تاني ومحدش ضغط عليه خالص. بص لعيب نص الملعب التاني الراجل بعيد، كل حاجه غلط في الاسماعيلي في الجول بالظبط. يمكن الاسماعيلي بدنيا اتاثر بشكل كبير خصوصا الشوط الثاني يا ميدو، ما قدرش يجاري النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب مباراتين في افريقيا قبليه، فهو جاهز بدنيا عن النادي الاسماعيلي. يمكن ملاحظ جدا مع الكوره من اول ما جه ميدو ان اللياقه البدنيه النادي الاهلي بقت اقوى كتير من الاول. من اول مباراه بيلعبوا بضغط من قدام، بيهاجموا من اول المباراه لحد اخر المباراه بشراسه. يمكن شادي حسين جاب جول النهارده يديله ثقه في نفسه. بص يا جدو عمل ايه شادي؟ تحرك كويس جدا، فضى نفسه بشكل كويس، يمكن ده يديله ثقه. شادي مهاجم كويس، يديله ثقه للمباراه اللي جايه ان شاء الله. بس انا عايز اتكلم برده يا جدو في النقطه اللي بتتكلم فيها، ان برده مجريات الماتش كنت سامع برده الكابتن لما بيتكلم ان الطرد بتاع طاهر محمد طاهر طرد واضح من الشوط الاولاني، شايف النادي الاسماعيلي اتظلم. لو كان طاهر اتطرد كانت الماتش مجريات الماتش كانت هتتغير بشكل كبير جدا. بس دي مش طرد، لا طرد واضح، لا طاهر دي طرد واضح. لو الشوط الاول بتاع الشوط الاول لو الكره يا ميدو، لو بص في القانون، لو رجل، لو انا عملت كوره على 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 رجلك وهي على الارض ما فيهاش حاجه، ممكن تاخد انذار. لكن لو انا عملت في قصبه رجلك كده داخل بالستارت في قصبه رجلك، دي كارت احمر مباشر. لازم الكره تبقى لو انا دخلت على القدم يا ميدو عادي ما فيش مشكله خالص، وهو ده اللي حصل في الكوره. لكن لو انا دخلت على قصبه رجلك هي دي المفروض اللي انا لا انا شايف ان طرد واضح من لطاهر محمد طاهر كان سهل الماتش النادي الاسماعيلي. وعايز اتكلم برده في نقطه بتتكلم فيها، رجليه عاليه يا جدو. لا مش عاليه، لا يا دوب ده راحت على انكل رجله يا ميدو. أيوة جت هنا ورجله كده على الارض بالظبط يا ميدو، لكن مش عاليه اللي هي مش رايحه للقصبه او ان هي ضرب متعمد. بص ماشي، طب خلينا نشوفها بالراحه. انا الاثنين رجلهم على الارض يا ميدو في الكوره، يعني انت هو بيلعب على القدم. بص هو ديانج زق الكوره، هو اللي ورا الطاهر، هو الثاني جاي يلعب على الكوره اصلا. انا عارف لما ما لعبش على الكوره بقى. بص رجله فين على الارض يا ميدو؟ رجله لا على الارض، على الارض. لا لا على الارض يا ميدو، على الارض من فوق على الارض. يعني هنا طاهر محمد طاهر رجليه على الارض يا ميدو ورايح على القدم يا دوب على انكل رجله. الراجل ما لعبش، يعني انا مش رايح كده مباشر لفوق يا جماعه، دي تحس بكارت احمر. لكن الاثنين رجليه ثابته دي ما فيهاش، يمكن في فار كمان ما استدعوش فيها ولا كلموا فيها خالص. يا جدو طرد يا حبيبي، لو في طرد كان الفار استدعاه ميدو واداله طرد. ده اصلا هديك بقى مفاجاه، هو ما خدش انذار، كره سهله. طب ده مش انذار، ده ما خدش انذار. ماشي، ما هو ما استدعوش في الانذار، ما هو الفار ما استدعوش في الانذار. لا الحكم حتى طالما حسب فاول دلوقتي، لو الفار استدعاه ميدو ديودار لازم يديله كارت احمر. لكن انا شايف الكوره ديت الاثنين داخل على القدم ما فيهاش كارت احمر. هو بص دي وجهه نظر جدو تحترم، انا في رايي ان هي طرد ودودار جدو، كل واحد ليه وجهه نظر. بس انا في رايي ان هي فيها يعني لكن خطوره كبيره ان هو نعمل بيها. زي مثلا الطرد، زي الطرد بتاع طاهر مثلا، رجليه عاليه على الارض وشاط قصبه رجل الراجل فخد كارت احمر على طول، اللي هو هو الطرد اللي خده طاهر في اخر الماتش. بس انا قدام طرد مستحق لطاهر، لكن ديت ما فيهاش طرد. اوكي انا في رايي ان الكره طرد، وجدو بيقول لا ودودار بيقول اه. بس يعني وطبعا الساده المشاهدين هم يعني طرد يا كابتن. بص رجلي باسم عامله ازاي. ماشي ماشي، انا 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 بقول ان هي طرد، انا بقول ان هو الراجل فيه تهور كبير جدا، وان رجليه عاليه داخله من فوق، داخله من فوق في رجليه. ولكن ما 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 بالنسبه لي مش يعني عايز اتكلم تكتيكيا، تكتيكيا اكتر. النهارده جدو جاريدو في بدايه الماتش، عايزين نجيب يا جماعه الفيديوهات اللي معانا، ان هو كان موجه الضغط بشكل كويس.
اشتغل يا جماعه. كان يعني كان مخلي بس المسافات بعيده قوي ستيل، كان مخلي بالظبط عبد الرحمن مجدي هناك. بص اول لما الكوره بتروح على جنب بيروح ابراهيم ضاغطين بالظبط، دي مدرسته فعلا ده في اول 10 دقائق او ربع ساعه على طول ضغطوا كويس وعملوا مشاكل بعدين اللعبة. دي فكت يمكن دي قفت اللاعب المصري يا ميدو، ان هو بيركز في 10 دقائق او ربع ساعه وبعد كده بينسى كل التعليمات اللي فاتت. يا جدو لعبت الدايره بعيد قوي، لعبت الدايره دول ولعبت الديفنس كمان بعاد عنه، الديفنس لازم يزقوا الدايره دول 7 8 متر طبعا طبعا، وزق ولعب. عارف زي ما مين عمل؟ زي ما طلع العاشر برافو عليك، طلع العاشر الديفنس بيلعب زائق في ظهر نص الملعب على طول، انما الناس بعيد قوي يا كابتن، بعيد صح بعيد قوي. انا مستغرب ان اسماعيلي ازاي تلعب قدام الاهلي بالشكل ده، ازاي تلعب قدام اي فريق بالشكل ده. بص الراجل ديانج ده، بص ديانج والسلام لوحده خالص، ديانج ده فاضي خالص. بص الديفنس كمان، لا 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 انت لو شفت الشوط الثاني كمان يا ميدو لما طلع تاد نص الملعب دين كان بيلعب بحريه كامله في نص الملعب لوحده، يمكن يعني بيمسك كوره بيمشي 50 متر محدش بيقابله. حد معاه. عارف الماتش ده فكرني بمين ولا لا؟ فكرني بماتش الزمالك والاهلي اللي الزمالك اتغلب فيه 5-3، كان برضه نفس القصه. لعبت الدايره ما بتزقش والناس بتلف براحتها في المدافعين بالظبط، واقفه في حضن المدافعين كله نفس بالظبط سيناريو، هو تفش تلعب قدام الاهلي كده ابدا. بس انا عايز لازم خلاص الاثنين المهاجمين دول يرجعوا ورا خالص. يعني تعرف الاسماعيلي يا دودار لو لعب كده قدام بيراميدز شيل 5 طبعا، 5 طبعا من غير كلام، اول ربع ساعه 3-0. بس انا عايز اتكلم على لعيبه كابتن برضو، على ديانج. الراجل ده ما شاء الله مختلف عن لعبة مصر كلها. يعني انا شايف ديانج ده يلعب دوري انجليزي مستريح، يعني شايف ان النهارده بيلعب الشوط الثاني جدا، لا الشوط الثاني ما شاء الله الناس كلها بتنهج من الناحيه البدنيه، وهو بيعدي 2-3 قوي جدا ما شاء الله. كمان الراجل مديله حريه ان هو رقم 6 بيستلم، لا الراجل بياخد الكوره وبيهاجم في الشوط الثاني. انا معاك ان ديانج لعيب كويس النهارده، كان هايل هايل، بس ديانج وفي مركز نمره 6 لو اتضغط عليه الفيرست تاتش بتاعته كابوس بالظبط، وانت في فرقه كبيره يعني عنده التحضير الفيرست تاتش الاولانيه ما بيعرفش، هو مش متعلم يحضر اللعب كويس. اللي خلاه كويس النهارده ان في مساحه كبيره انه بيستلم براحته، زي ما هو كان زي ما هو كان في ماتش الزمالك 5-3 كان مان اوف ذا ماتش، عشان كان في اقرب واحد ليه على بعد 10 متر. فانا بقول كل الماتشات اللي فيها اول وهو بيستلم الكره هو راجل ما بيستلمش بانجلز كويسه، وكمان السكاننج عنده صفر. عشان كده الماتش اللي جاي بقول للفريق اللي هيلعب النادي الاهلي يضغطوا على ديانج في نص الملعب، لان هو مفتاح لعب النادي الاهلي. عجبني تحركات صافي النهارده برده، كان بيتحرك بشكل ما كانش عاجبني النهارده، تخيل. عارف ليه؟ ما انت مفيش حاجه بتعجبك مع الاهلي خالص، انت مفيش حاجه بتعجبك ناحيه الاهلي خالص. لا بالعكس، انا قلت عليه الماتش اللي فات انه كان كويس جدا وجامد. ليه؟ ان بالعكس النهارده اتحرك كبير جدا بشكل كبير جدا وعامل الكوره لكريم فؤاد. اقول لك نفس سافيو ده من اللعيبه الجامدين جدا، وانا قلت لك من اول ما شفته قلت لك لعيب جامد، لكن تمام. الفكره كلها زي ما انت قلت في الاول، الراجل بيلعب رقم 8، سافيو ده يلعب ما بين الخطوط، يلعب تحت الفروت بالظبط، هيبقى اجمد من كده بكتير. يعني ما تلعبوش 4-3-3، لا لعب 4-2 وهو اللي قدامهم لعيب كويس قوي بيتحرك ما بين خطوط النص ملعب جدا واضافه، ومع الماتشات يا ميدو ومع الفورمه بتاعته ترجع مع لعيبه تو هيرجع كمان مع بيرس تاو. يعني انا شايف بيرس تاو يلعب على طاير محمد طاهر طاهر مش عاجبني، بس مش بعد ما يخش فورمه يتوقف بالظبط. برونو زافي ان شاء الله مش هتوقف. هو بص جمهور الاهلي هيبقى راضي لو هو وحش من الاول، لكن لو بقى كويس وتوقف في مشكله صح ان شاء الله مش هتوقف. يعني طول ما هو عادي خلاص مش مشكله لو بقى كويس، بس ان شاء الله مش هتوقف. عجبني جدو في شخصيه النادي الاهلي اكرم توفيق، بحس لما بشوف اكرم توفيق اللي انت دي كوره انا طلبتها. اتكلمنا الحلقه اللي اتكلمت ارجع شويه معلش ارجع شويه معلش اتكلمت عايز اتكلم على النقطه ديت، لان عبد القادر من اللعيبه اللي انا مقتنع بيها جدا، لكن كان جده بيتكلم وحضرتك اتكلمت يا كابتن في الماتش لازم تطلع الكوره من لازم تطلع الكوره برجله اتحرك للشريك، ولو عمل لتحت كده للراجل طاهر محمد طاهر جاب جول. هو مشكلته فانا مش فاهم هو عايز ايه. اقول لك عايز ايه، هو مشكلته في لعيبه ربنا خلقها ان هي اول تفكير ليها بالنسبه له هو بيفكر فردي. انا فردي ان انا هعمل دريبل ان انا اروح هو فردي. بص هو هنا لازم في اللحظه لازم يحط يحط لشريف او يقطم لجوه يلعب لطاهر بالظبط. عارف هو لو داس قطم لجوه لو قطم لجوه طلع الباك ده بره اللعب. انا قلت ليه اجيب الفيديو ده يا كابتن عشان نربط كلامنا بالحلقه اللي فاتت دي احنا اتكلمنا برده عليه في النقطه دي. خلي بالك هو سهلها على المدافع جده، هو لو قطم لجوه هنا كده
هو طلع الراجل ده بره اللعب ولعبها الناحيه الثانيه بالظبط. يعني طاهر فاضي خد بالك دي في الدقيقه 14 عامله زي كره صلاح ونونو جوميز بالظبط. كان داروين نونيز هي بالظبط. كان في سيتي المشكله هي دي مشكله عبد القادر المشكله عنده في القرار ما يعرفش امتى يباصي وامتى يرقص وامتى بالظبط. اكيد طبعا يعني طيب مبروك للاهلي وفوز مهم جدا في بدايه الدوري وبشرة خير ان شاء الله للدوري الاهلاوي السنه دي. بص ده بس لو عايز ان شاء الله الدوري اللي هو عايز يقول انت المفروض انت راجل يعني لا الدوري الاهلاوي السنه. طيب نروح لماتش الزمالك دودار. يعني ماتش كان صعب الحقيقه وانا كنت متوقع ان هو صعب هيبقى صعب لان طارق العاشي بيحفظ لعيبته كويس وبيعرف ازاي ان هو يضغط في بدايه الماتش كويس يهمد الفرقه اللي قدامه وبعد كده يرد ويقفل الشيب بتاعه. شفت الماتش ازاي النهارده؟ لا شفت ان الكابتن طارق العاشري ليه كل التحيه والتقدير النهارده. لا فرقه سموحه عملت ماتش في حدود الامكانيات اللي عندهم زي ما انت قلت يا كابتن. الناحيه الدفاعيه من الديفنس ونص الملعب والمهاجمين قريبين جدا من بعض بيضغط. يعني درس من طارق العاشري النهارده في الشيب لجاريدو انت النهارده ده بتلعب هو ده اللي صعب الدنيا على الزمالك. لكن بشكل عام مبروك لجمهور نادي الزمالك مبروك طبعا. لنادي الزمالك ان انت انا بحسس جدا ان النادي الزمالك دلوقتي بقى بيعمل زي النادي الاهلي زمان اللي هو الاداء مش احسن حاجه لكن بيكسب بيعرف ياخد الثلاث نقط بسهوله وده اللي حصل النهارده. انا في شقين. الشق الاولاني انت بتلعب على ثلاث نقاط والدوري نفسه طويل جدا وعايز النفس الطويل من اللعيبه. لكن ثلاث نقاط مهمين جدا نادي الزمالك كبدايه دوري لكن الاداء عليه علامه استفهام كبيره جدا خصوصا في نص الملعب. شايف ان وجود رؤى وعمر جابر والوردي لا شايف ان الامور بالنسبه لهم مش احسن حاجه ولا الثلاثه. وانا قلت ان في الدقيقه 41 وانا اقول لك لا هو الوردي كان بيلعب ناحيه الشمال بيلعب في نص الملعب لا ناحيه الشمال يعني كان بيلعب نص ملعب ناحيه الشمال كان بيلعب 5-3-2 نص ملعب ناحيه الشمال هو 3-2 رؤى وبيكمل من ناحيه الشمال ما كملش ايوه لا كمل ده كمل في الكره اللي بالدماغ دي هو ده انا عايز اجيبها بقى انا عايز اجيبها عشان خاطر ابين لك ان لازم يكون نادي الزمالك هو في نفس الدقيقه 41 اللي هو اتلعبت بالعرض وهو كمل هو ما كملش. احنا الثلاثه اللي في نص الملعب ما بيكملوش في الناحيه الهجوميه كمل في كذا كوره كمل في كوره وفي كوره كمل فيها كابتن عمر جابر اللعيبه بالعرض النهارده اللي هو كان مكمل النهارده انا ممكن اكمل وانا قاعد هنا اكمل في 18 لكن اكمل ديت يبقى بشيء ايجابي. هو خلي بالك يا دودار ان الراجل برضو خلي بالك اهم لعيب في نادي الزمالك اسمع كلامي بس امام عاشور طبعا في نص الملعب اهم لعيب في الزمالك هو الوحيد اللي بيعمل لك كرياتيفيتي في نص الملعب وبيكمل ورا ناس وبتاع. الراجل اختار ان هو يكسب المجموعه على حساب امام عاشور ان هو يكسب المجموعه ان هو بيمشي ما اعرفش ايه الديتيلز اللي حصلت مش عايز اعرف ولكن النهارده هو بياخد قرارات تربويه لصالح المجموعه عشان المجموعه تمشي لقدام. وانا بصراحه كراجل زملكاوي مطمن على الزمالك طول ما الزمالك في القرارات اللي زي دي مش افترى على صح حد صح صح ولكن لا يوجد اي شخص اهم من الزمالك ومفيش اي شخص اهم من المجموعه وهو ده اللي كسب الزمالك الدوري السنه فاتت يا جماعه اللي كسب الدوري السنه فاتت بس عشان هم احسن فرقه لا لا عشان في نظام وفي ثواب وفي عقاب قرار عاجبني قوي فطبيعي مع غياب امام عاشور يا جدو ان هيبقى فيه تاثير فني بس في مشكله في فرينا مفيش لعيب يعوضه في مشكله في فرينا اول مره اقول لك عليها ايه بقى ما بيدخلش اللعيبه الجديده على طول لا يعني مش مشكله دي لا انا شايفها مشكله لا انا النهارده مصطفى شلبي ده لازم تدخله لا لازم عمرو السيسي لازم تدخله لسه مش جاهز ما اتمرنش مع الفرقه اسبوع لسه مش جاهز وبعدين كان في امبي ما كانش بيروح التمرين جده دخله يعني في امبي ما كانش بيروح التمرين عمرو السيسي ده لازم يلعب في نص الملعب مع جنب امام عاشور انت عندك مشكله كبيره جدا انت عندك الوردي هتبان الماتش جاي في نص الملعب سامسون دخل النهارده واحده من اهم مزايا فيريرا ان هو بيدخل الصفقات الجديده بالتدريج صدقني ليه انت على فكره واوعى تقارن ما بينها وبين الاهلي يا دودار اقول لك ليه انت عندك فرقه كسبانه الدوري والكاس بتاع السنه اللي فاتت وفرقه كسبانه بتكسب لازم تدي قيمه كمدرب ودي يعني ايه صياعه فيريرا لو يعني لو تسمحوا لي ان انا اقول كده صياعه فيريرا في ايه وانت لعبت معاه وعارف ايه قوه فيريرا فيريرا ليه اللعيبه بتاع بتحبه عارف ليه لان هو دايما بيحسس المجموعه اللي موجوده ان انا مش هدخل حد جديد عليكم بسهوله انتوا الاصل مش كان بيعمل معاه أيوة كده صح ده حقيقه فعلا طبعا كان مثلا ايه ده حقيقه فعلا ولما حد يساله يقول لك لا الناس اللي عندي انا مبسوط بيهم
دول ناس انا دول ناس بس يا كابتن الصح صح والغلط غلط النهارده يعني لما الونش يتصاب هنزل مصطفى الزناري ولا نزل حمزه المسلوسي؟ كان لازم اغير طريقه اللعب. انا ايش عرفني انا كان لازم اغير طريقه اللعب. انا ايش عرفني هو ده اللي بكلمك فيها يا كابتن؟ لا غير طريقه اللعب دي حاجه ثانيه، بس انا ايش عرفني الزناري هيديني ايه في ماتش زي ده؟ لكن انا ضامن من حمزه المسلوسي حاجه معينه هو اداني. انا هو اوريدي راجل بتاعي الجرب بتاع ان انت تدفع. صدقني صدقني انت بتتكلم صح، بتتكلم صح. لو انا مدرب لا هدي حمزه المسلوسي لان هو شارب طريقه لعب. التاني ده لسه محتاج وقت ومحتاج يعني انا بالعكس انا شايف طبعا انت رأيك. لكن النهارده سامسون ان ينزل في وقت قليل جدا جد ويجيب جون في وقت زي ده، وعجبني جدا 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 شيكابالا. شيكابالا يا كابتن وقلنا اتكلمنا كتير جدا في هنا في البرنامج بيقدر ما شاء الله يعمل الفارق الله. وبقى وذكي جدا وشخصيه النهارده. شيكابالا بينزل اخر ربع ساعه بيعمل الفارق، بيكسب الفرقه، بيكسب الفرقه، هو ده النجاح بتاعه، هو ده نجاح الفريق. وبعدين كل الفرق يا جدو اللي بيلعبها الزمالك حتى هم متعادلين هم عاملين حساب ان في لعيبه هينزل غير الماتش. بالظبط ده نفسيا مهم جدا بالفرق. بس عايز بقى اتكلم على يوسف اسامه، لان يوسف اسامه نبيه لعيب انا عارفه وعارف طريقه لعبه وعارف شخصيته. لعيب كويس قوي يا كابتن، وانا بقول له ركز انت بديل كويس قوي تقدر تعمل الفارق. اوقات اقول لك انا ليه، اوقات بحس ان هو بتطلع منه الكوره ماكي بعيش. اوقات بحس ان هو الكوره بتتقطع منها جده، ما عندوش حته الحميه وعنده حته الروح ان الاصرار ان يرجع يجيبها في وقت ممكن الفرقه الثانيه تجيب جون. النهارده اتقطعت منه كذا كوره، فهو محتاج ان هو يركز في كل دقيقه. انا شايف انه ممكن يقدر بمستوى يقدر يبقى بديل لبن شرقي ويقدر كمان يعمل الفارق. وانا بقول له شد حالك في التمرين وركز، انت لعيب كويس ولعيب صغير في السن، دايما في بداياتك لازم كل دقيقه هتتحاسب عليها. استغلها بشكل كويس. طب جدو تعال نروح للشيب اللي اتفقنا عليه لطارق العاشر، وازاي ان كابتن العاشر صعب الامور على الزمالك، ونشوف ازاي ان هو يعني الضغط العالي اللي عمله في بدايه الماتش. وده ذكاء من طارق العاشر، وادى شوط اول مميز بصراحه. سموحه شوط مميز جدا، يمكن أوف. انا شايف ان سموحه النهارده ميدو اضاع ثلاث نقاط منه النهارده، كان او نقطه على الاقل. كان ممكن النهارده يطلع كسبان بسهوله. يمكن الكره اللي جت في العارضه قبل جول شيكابالا كانت هتغير المباراه بشكل كبير جدا. بص يا جدو لعيبه الدايره زقه بالظبط، يعني ده اللي بقول عليه يا جماعه. منظمين لما تضغط لازم تضغط عالي، لازم تضغط وترحل بالظبط 2 و 20 متر وفي 2 تانيين. لا لازم تضغط بشكل كامل يا جماعه. بص الضغط من اول دي انا بصراحه عجبني بالظبط. كان بيلعب 4 2 3 1 ده بشكل كويس. ديفنس زائد ده طبعا لازم، وانت لما تاخد المخاطر لازم الديفنس يقف على نص الملعب يا ميدو، ما ينفعش يبقى ورا. انا على فكره انا بحب حسام عبد المجيد ده قوي. حسام عبد المجيد كويس قوي، اتطور يعني، بيطلع بالكره كويس وهادي حتى تحت الضغط بيشتغل كويس. اصابه الونش النهارده الونش مؤثره. الف سلامه صعبه طبعا سمانه. الف سلامه ونش سمانه انا شايفه ان هو الدكتور كان مسكه. ده بيقولوا خلفيه، انا سمعت انه عنده مزه في الخلفيه. اتاكد يا جماعه مش هيلحق ماتش الاهلي. انا عايز بس اقول للكابتن طارق العاشري، لو هو مز خلفيه مز لا. عايز بس اوجه رساله للمدربين كلهم اللي في مصر، اهدوا. انا حاسس ان احنا هنيجي على الاسبوع العاشر هيحصل لهم حاجه. المدربين يعني المدربين المدير الفني هم متعودين جريدو ما تخافش النهارده يا جدو هم متعودين على كده. انا خايف عليهم. لا وطبعا يعني طبعا مبروك للزمالك، فوز مهم جدا. وتعالوا نشوف يعني جمهور الزمالك قال ايه بعد المباراه. الاسماعيلي الاداء بتاعه ما اختلفش كتير عن الاول، احنا واقفين عن السنه اللي فاتت خسرنا 4-0 في اول ماتش. بس مثلا انت عندك الصفقات الجديده كلها ما شفناش اي حاجه. احمد محسن ما جاش، احمد محسن اداء مش عارف يمشي بالكوره الماتش بصراحه. دفاع كارثي مش موجود اصلا، يعني مش فاهم دي الصفقات اللي احنا جبناها ولا المفروض الدولي اللي عندنا، مش فاهم. يعني الكره بتتلعب وباهر واقف زي ما هو. احنا مش هنحكم على الصفقات من اول ماتش، بس انت ما عندكش بدني ان انت تكمل 90 دقيقه. ما عندكش يعني صالح جمعه نزل ما عملش اي حاجه، مش قادر اصلا يجري، ما جيناش خالص فاهم. عايز اقول يحيى الكومي بس يعني برافو عليك بجد، عرفت تضحك علينا بالصفقات فاهم، يعني مفيش حاجه تتقال بجد. احنا ما عرفناش نكسب النهارده، في ماتشات جايه باذن الله هنعرف نأدي، وده مش ده اول ماتش، وان شاء الله نقدر نكسب في الماتشات الجايه باذن الله. بالنسبه لاول ماتش حلو، الفكره بس الاسماعيلي عاوز استقرار واستمرار على نفس التجانس دوت، وشايف الاسماعيلي هيفنش ان شاء الله باذن الله، هيفنش في المربع ان شاء الله باذن الله يعني.
احنا مش جايبين لعيبه اسامي، احنا جايبين لعيبه تدي الاسماعيلي توقفه على رجليه، ولو اللي بره احسن يلعبوا بغض النظر عن الاسامي، وجريده لازم يوصل له الكلام ده. يعني احنا في الاخر بنشجع الاسماعيلي ما بنشجعش اسامي. بداية موفقة الحمد لله، بس في شوية حاجات في الفرقة محتاجة تتظبط. الانسجام برضه، سافيو المفروض يلعب على الجناح ما لعبش رقم 10 كده، يعني حاجات كده. هو يعني لعب ماتش حلو، بس هي اللعيبة كان ناقصها شوية توفيق بس الشوط الأول، بس الحمد لله الماتش يعني الشوط الثاني كان أدوا أداء حلو، واحنا مستنيين دي بداية الدوري يعني. ولسه يعني أنا شايف إن النهاردة الأهلي طلع باللي هو عايزه من الماتش، وإن احنا كسبنا وخدنا التلات نقط، لأن الأهلي كان بيبقى الماتشات اللي متعقدة زي دي الموسم اللي فات هي اللي خسرتنا الدوري. بعد الراحة اللي اللعيبة الكبيرة أخدتها هنقضي موسم حلو، وإن شاء الله الدوري أهلاوي. يعني أعتقد إن يعني شريحة كبيرة من الجمهور متفقين معانا إن الأهلي مش مبدع ولكن منظم. صح. منظم بشكل جيد، يعني ظهر بشكل منظم وبدنيا اكيد افضل، وفي تنظيم، والروح بتاعه النادي الاهلي تحس ان هي موجوده عند اللعيبه، ان هم عايزين يعملوا حاجه للجمهور. صحيح، يعني اكيد لازم في بدايه الدوري ان تبدا بدايه كويسه، واللعيبه جايه، في لعيبه كتير ريحت، فبدايه تعتبر بدايه جيده جدا، وبدايه مطمئنه اعتقد لمجلس اداره الاهلي ولجمهور الاهلي، حاسين ان ممكن الفرقه ان هي تتطور مع الوقت، او اتطورت بالفعل مع كولر. طيب هنلعب اللعبة بتاعتنا، يلا بينا. تمام، يلا بينا. جاهز؟ مش جاهز. سؤال لكل واحد. أنا هسألك عن لعيب كرة سابق أو حالي، تمام؟ هسأل واحد واحد، بس كل واحد على حدة. ماشي. هسألك، لو هقول لك صفة فيا أو حاجة أنا achievement أو حاجة أنا عملتها أو حاجة أنا أنجزتها، تمام؟ لو جاوبت صح بتاخد بلس 5، 5 نقط. لو جاوبت غلط او يعني ما عرفتش الكلام اللي انا بقوله، هتبقى ماينس 1. شغلوا موسيقى. يلا نبدا، يلا نلعب. ما تقولش اي حاجه بقى. يلا نبدا. العزومه ايه؟ لو انا كسبت هتعزم على ايه؟ عزمك على سمك. مين اللي هيكسب؟ على فكره العزومه دي، العزومه دي هتبقى لايف على السوشيال ميديا عندنا. اللي هيتغلب هيعزم على حاجه. ماشي. انت ايه؟ انا كبده جملي. وانت؟ على سمك. سمك؟ ماشي. حلو، الاثنين حلوين. كبده جملي حلو بكل حاجه. كبده جملي. طيب. انا مين؟ انا اللي كل جوع. انا اللي كل جوع. طب بالله انا مين؟ هبدا بجده يا هبدا بجده. ما انت شكلك حلو كده والله. قول لي. طيب هبدا بجده. طيب انا حققت لقب كاس الامم الافريقيه مره واحده. في ناس كتير تقول معلومه ثانيه. ماينس 1. ماينس 1 عشان ما عرفتش. هو لازم اقول. ايوه طبعا. لم العب للاهلي والزمالك. ها حققت كاس الامم ولم العب للاهلي والزمالك. اقول انا. جرب اي اسم. لا انت بره الجنه دي جدا. يعني استنى بقى. استنى بقى. ها عارفها ايه ده؟ في مليون واحد. ما انا عارف واحد. ها انا مش عارف. ماشي. ماينس 2 جده. شاركت في كاس القارات ولم العب في كاس العالم. احمد ابو غني. ماينس 3 لعبت مع حسام حسن وسجلت في مرمى شوبير. تخيل انت صفر وانا صفر. لا 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 حسام حسن وسجل في مرمى شوبير. لعب مع حسام حسن في نفس الفرقه وجاب جون في شوبير. بالك كنت اتولد. ماينس 4 دربني يوب هانكس وجوزيه مورينيو. ابستر صبري. ابستر صبري كده 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 ماينس كده كده 1. انت كده بلس 1. بلس 1 يعني هو كده خد 5 نقط في اللي هو جاوبها. بالظبط. يبقى هو ايه؟ بلس 1. جده بلس 1. نروح عرفت حاجه. نروح ليه الكابتن دويدار، نجم بولاق ونجم نجم كل امبابا والجيزه. طيب انا مين؟ انا مين يا دويدار؟ دربني الكابتن عصام بهيج والكابتن. طب بقول لي بقى، انا اعرف منين؟ انا اعرف منين اللي دربني الكابتن عصام بهيج؟ ماينس 1. ماينس 1. طيب انا اعرف منين؟ ركز احسن ما تعرف ازاي. زي العيال اللي في الامتحان بتاع. ايوه. طب ما انا اعرف منين عصام بهيج؟ الله يرحمه، انا اعرفه منين؟ طيب اللي فات كان صالح سليم، هعرف منين؟ طيب حققت لقب ماينس 1، حققت لقب امم افريقيا مرتين. مرتين؟ اه كسبت كاس امم مرتين. مرتين.
ماينس 2 حققت لقب دوري ابطال افريقيا. ده دوري ابطال افريقيا ده حد من الاهلي ده ناس كتير ماشي ماينس 3 ابو تريكه حقق دوري ابطال افريقيا ماينس 3 انا صاحب رقم قياسي في الدوري المصري ده احمد شديد قناوي ولا عصام الحضري عبد منصف عبد منصف جدع ايه ده يبقى انت بلس 2 طب الحمد جدع دودار بس هو قال ايه بلس 1 بس هو قال اسمين ميو دلوقتي لا 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 اسم واحد انا مين يا جدو انا مين يا جدو بقى 2 دودار كسبان ها هتدفع ماشي السمك طيب انا مين فزت ببطوله دوليه وحيده مع المنتخب تمام ماينس 1 حققت لقب دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الاثنين كونفدراليه ودوري ابطال افريقيا وحقق مع المنتخب بطوله واحده بطوله دوليه وحيده بطوله دوليه وحيده ماشي ماينس 2 دربني خوان جاريدو وفايلر ورينيه فايلر رمضان صبحي كمل يا كابتن كمل مش مركز انا صاحب هدف الافتتاح في احدى نسخ امم افريقيا ايه افريكا ماينس 4 احرزت في شباك ياسين بونو وسجلت في مرمى تشيلسي وليفربول ان شاء الله مش هعرفها استنى انت لا ده ماينس 4 تشيلسي وليفربول كنت بلس 1 بقيت ماينس 3 حسام غالي ماينس 4 حلو ماينس 4 حلو طب قول لي الاخيره تريزيجيه جمبري باتر فلاي طب الاخيره لسه خلصت اهو خمسه خلصت تريزيجيه بقى كام تريزيجيه بقى ماينس 4 و2 لدويدار جده بقى ماينس 7 تعالى بقى تعالى لي تمام عشان ايه بص له على وشوف من زفوت عشان نشوف سجلت في بطوله انا مين سجلت في بطوله امم افريقيا ولم احقق اللقب سجلت في محمد النني ماينس 1 ماشي. دربت عمرو زكي ومروان محسن دربت عمرو زكي ومروان محسن ده مين كابتن حسن شحاته ولا ماينس 2 دربت في كاس العالم للناشئين كابتن شوقي غريب ماينس 3 لعبت بجوار انت كده بقيت ماينس 1 لعبت بجوار حماده امام وواجهت بوبي مور استعين بصديق طيب ماينس 2 أهديت الزمالك واحد من أصعب ألقاب الدوري في تاريخه. أهديت الزمالك؟ ده حسام عبد المنعم؟ ماينس 3 الكابتن الكابتن طه بصري الله يرحمه. الله يرحمه. اللي بعد اللي بعد ماشي. أعرف منين؟ اللي بيكتب الأسئلة دي أنا أعرف منين؟ النتيجة كام كده؟ الكسبان هو كده. جده خسر. جدو خسر طب ما كسبت المره اللي فاتت جدو خسر ماليش دعوه كسبت المره اللي فاتت انا ذاكرت في عزومه سمك عزومه سمك بس ده مش ليه وليه لا لا عزومه سمك 15 واحد 15 واحد ماليش دعوه فلوس في المقاولين وبعدين انت قلوبه كويسه وانت وحته من هنا وبتنحت حته من هنا والدنيا عالي طلع علينا حكايه صغيره وبعدين عايز استكوزه ماليش دعوه انا معجب بلبسك النهارده والحقيقه بجد والله العظيم شيك والله طول عمري شيك والله وحياه ربنا والله طول عمري شيك بتفكر تعمل اللاين بتاعك الديزاين بتاعك يعني بتفكر بلاش والنبي بجد والله العظيم طب ما تعمل بجد والله صفحه حاجه اونلاين يا بيدو بلاش والنبي بالستايل اصل الستايل بتاعك حاجه مختلفه ما حدش بيلبسه انا ولا انت كابتن لا انا مختلف ايوه ماشي بس انت والله بتعمل حاجات مختلفه فلازم بتعلم منك انا بتعلم منك نورتنا يا دودار حبيبي يا كابتن ودايما انت اللي منور جدا حبيبي جدا نورتني حبيبي جود لك ان شاء الله ان شاء الله السمك في مكان معين انا بقول لك اهو خلاص الاسبوع الجاي ان شاء الله هنا ان شاء الله مفيش على فكره جد ابو الكرم يعني ان شاء الله خلاص الاسبوع الجاي ان شاء الله نورتونا يا شباب حبيبي يا كابتن دي كانت حلقه النهارده واسبوع يعني حاولنا ان احنا قبل بدايه الدوري طبعا ان احنا نزور الانديه وان احنا نحاول نوضح لحضراتكم المدربين وافكارهم ورسائل الانديه والبلان بتاعهم وازاي بيديروا النادي وحاجات كتيره جدا عشان تعرفوا الكوره مش ملعب بس الكوره حاجات تانيه كتير ودي حلقات الاسبوع يعني الاسبوع ده بتاعتنا من الريمونتادا بكره هتبقوا ان شاء الله مع محمد عباس هيكون موجود معاكم يوم الخميس والجمعه اشوفكم يوم السبت ان شاء الله هاف ا جود ويكند